مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. النهاردة الاستديو تحليل مباراة مهمة جدا لكرة السلة، مباراة دور الثمانية بين الأهلي وسموحة، مباراة الذهاب، المباراة الأولى في دوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة الأولى بين الأهلي وسموحة، مباراة يعني مهمة جدا لأن الفرقة النهاردة تلعب رايح جاي، هتلعب مباراة النهاردة على صالة استاد القاهرة، والمباراة الأهلي وسموحة مباراة يعني مهمة جدا لأن الفرقة النهاردة تلعب رايح جاي، هتلعب مباراة النهاردة على صالة استاد القاهرة، والمباراة الثانية هتلعب في نادي سموحة، اللي يكسب الماتشين يوصل للدور الأربعة ويوصل لفاينل المسابقة، يوفقه النهاردة ويكرمه لأنها مباراة مهمة جدا جاية بعد 5 أيام من خسارة فريق كرة السلة لكأس مصر، ولكن قبل كده كان برضو فريق السلة فرحنا وقدر يكسب دوري المرتبط. كل أمنياتنا الطيبة ليهم بإذن الله بالتوفيق و في الفوز في مباراة النهاردة. نقول لجمهور النادي الأهلي تواصلوا معنا من خلال الفيسبوك بتاع القناة وكل السوشيال ميديا بتاعتنا، لكن هتواصل النهاردة مع جمهور الأهلي قدامنا على الشاشة قناة الأهلي أو الأهلي تي في على الفيسبوك، وكل الباقي المتابعة على السوشيال ميديا كلها موجودة قدامنا على الشاشة. خلينا نرحب بضيوفنا الكبار كباتن النادي الأهلي ومحللين النهاردة في مباراة الأهلي وسموحة. برحب بيكم بكابتن هاني عبد المنعم. ازيك كابتن هاني؟ كابتن خالد ازيك؟ منورنا دايما قناة الأهلي سباقة وفي ريادة ومغطي كل أحداث النادي الأهلي. الحمد لله اللي احنا مغطين فعلا زي ما كابتن هاني، فعلا في تطور كتير، إدارة القناة بتعمل جاهدا على كل المباريات اللي هيجيب كل مباريات النادي الأهلي في كل المجالات، لكن تاني هقرر وأقول في حاجات ما لناش حقوق فيها مش هنقدر ناخدها، لكن كل حاجة نقدر نجيبها في قناة الأهلي إن شاء الله إدارة القناة هتوفر ده لجمهور النادي الأهلي الحبيب. وينورنا كابتن خالد بخيت. أهلا كابتن خالد، متشكرين جدا، نوركو ومتشكرين وسعداء قناة الأهلي بتنقل فعاليات الباسكت، طبعا ما شفناهاش بقالنا كتير، فبنشكرهم وبنرحب بالسادة المشاهدين. بنرحب بضيفنا الجديد على استوديو تحليلي كابتن خالد مصطفى من نجوم النادي الاهلي السابقين. كابتن خالد منورنا. الله يخليك بنور حضرتك، وتشرف ليا ان انا اكون موجود في قناه النادي الاهلي مع الكباتن الكبار بتوعي ومع حضرتك. ربنا كده يا كابتن خالد. نبدا مع كابتن خالد بخيت. كابتن خالد، فريق السله السنه دي فاز بدوري المرتبط، لكن من 5 أيام حصلت خساره امام نادي الجزيره، بين الاهلي والجزيره فرق بونت واحد في مباراه اعتقد ان النادي الاهلي ادى اللي عليه في المباراه. مظبوط، هو هي المشكله في يعني انا هتكلم شويه برضه على نظام، معلش، نظام المسابقات. كويس. لو بصينا هنبص نلاقي ان انت الناس اللي مشاركه زي النادي الاهلي ونادي سموحه والاتحاد الاسكندري بيشارك في 4 بطولات، ال4 بطولات دول مصريه. وبنبتدي بكل بطوله وكل فرقه لازم تحققها، يعني ليها طموح ان هم يكسبوا. النادي الاهلي هيحقق البطوله بتاع الدوري المرتبط، وبالتالي فهو لازم يخش جاهز. بعدها شارك في الدوري العام وبعدين بطوله افريقيا. البطولات السنه دي او الماتشات السنه دي كلها جامده، فحته مهمه جدا ان لازم الاتحاد، يعني معلش يعني رساله كده بوجهها ان اتحاد الباسكت لازم القصه بتاعت البطولات الكتيره اللي موجوده وان الانديه كلها بقت جامده، فانا لازم كل لعيب يبقى في التوب فورم بتاعته لاكتر يعني لاكتر وقت ممكن. دي بقى دور صانع الاحمال او رجال مخطط الاحمال ان ازاي يطلع وينزل. احنا دلوقتي عندنا 4 بطولات في السنه، تمام، وكل الماتشات جامده، ازاي اللعيب يقدر ان هو يحتفظ بمستواه طول الفتره دي من غير اصابه؟ هو ده دور مخطط الاحمال، وبقول بناش اتحاد الباسكت ان هو يجيب مخطط احمال دولي علشان يحاضر مخططين الاحمال اللي موجودين في مصر في الانديه، ازاي هم يتعاملوا مع البطولات المتكرره دي، لان زي ما حضراتكم عارفين ان انا لازم اخطط لها باسلوب علمي سليم علشان اقدر ان انا في كل بطوله يبقى عندي اللعيبه بتاعتي في التوب فورم بتاعتها، لان الكيرف بيطلع وبيستمر شويه وبعد كده لازم ينزل. تمام. وشفنا الاهلي فيها اصابات كتير، يعني كان قبل كده ابراهيم الجمال، وبعد كده هبص لاقي رامي جنيدي والسلعاوي الصغير، فحمل كبير على اللعيبه. اكيد كابتن خالد بخيت يقصد اتحاد الباسكت ياخد رايه، الراي ده راي مهم من نجم كبير زي كابتن خالد بخيت، رايه انه يكون موجود بخط احمال لتعليم وتجهيز كل مخططين الاحمال في الانديه، دي حاجه مهمه بتعود في النفع على المنتخب المصري لكره السله في الاخر. كابتن هاني عبد المنعم، السنه دي مسابقه البطوله الافريقيه اختلفت،
كان زمان دوره مجمعه كل الفرق تقعد 10 ايام تلعب نطلع بطل افريقيا. السنه دي شكل المسابقه اختلف، مجموعه دور 16، مجموعه في دور 32 في 16 في ماتش رايح جاي، في مجموعه في الاخر الفاينل اربع فرق. رايك ايه؟ طبعا احنا زي ما بقيه العالم كله بيتحرك النهارده تسويقيا، بتكون مساله ان تكتر عدد الدول اللي فيها مشاركات بتفتح المجال اكتر بالنسبه للتسويق بالنسبه للبطولات دي. السيستم طبعا ده اول مره يستحدث هذا النظام اللي هو نظام البطوله الافريقيه للمسابقه بالشكل ده، وغالبا برضو الدوره الجايه من البطوله الافريقيه هيخش فيها دلوقتي الام بي اي داخل فيها بشكل مكثف جدا. في تطور كبير على صعيد لعبة كرة السلة على المستوى الأفريقي، لأن أفريقيا طول عمرها عندها من الخامات البشرية ما يسمح بأن هي تكون على مستوى أعلى بكده بكتير من المنافسة، بس كان صعوبة التحرك داخل أفريقيا هو اللي بيمنع أن الدواري بتبقى بشكل منتظم أو بشكل يبقى فيه سفر دائم، لصعوبة الترحال ما بين دولة وأخرى في داخل محيط أفريقيا بشكل مباشر. ده اتعالج المرة دي، وهو عشان كده الفكر بتاع الاتحاد الأفريقي كان انه يوزع الحمل بتاع البطوله بدل ما يخليها بطوله في حته واحده، كل الفرق تيجي في حته واحده تبقى بطوله مره واحده، برضه علشان ينشر اللعبه ويساعد ان هي تاخد وقت اطول ويساعد الناس تشارك في اكتر من دوله. يعني لو بصينا للمستوى النهارده الثمان فرق اللي واصله هنلاقي فيهم خمس فرق من دول عربيه، وفي فرقتين من انجولا وفرق من نيجيريا. تمام. يعني هم الدول اللي فيهم الباع الاكبر، يعني تونس النهارده على صعيد كره السله الافريقيه بقى ليها باع، في فرقتين من مصر، فرقتين من تونس، فرقه من المغرب، فرق من نيجيريا وفرقتين من انجولا. دول في النهايه لما يعني تتنافس كل دي دول بتلعب باسكتبول بشكل كويس جدا، ليها جماهيريه، هتلاقي الملاعب مليانه لو الملاعب اتفتحت للجمهور، هتلاقي الملاعب كلها مليانه ناس جايه تشجع فرقها وناس جايه تتفرج. فيعني ده في صعيد التخطيط لتنظيم بطوله انا شايفه حاجه ممتازه جدا جدا، ونتمنى انها تتطور اكتر واكتر بحيث انها تدخل تدر عائد على الانديه المشاركه. وده فكره دخول الام بي اي، لان الام بي اي ما بيخش في حاجه ما بيعرفش يسوقها او ما بيخشش في حاجه ما يكسبش منها فلوس. بالتالي هو كمؤسسه او منظمه لما بتيجي تنظم بطوله وتكسب منها فلوس، الانديه المشاركه بتكسب فلوس اكيد. اما بتكسب فلوس بتبتدي تقوي نفسك بشكل اكتر، ويبتدي اصلا الفرقه بتاعتك الفورمه بتبقى بتاعتها اعلى، والمستوى بتاع الدواري كلها يترفع عشان يوصل حتى للمستوى الاوروبي اللي هو السكند ديفيجن في اوروبا. يبقى دوارينا في كده نقدر ننافس بشكل دولي اعلى. هل من وجهه نظرك السنه اللي جايه بدخول ام بي اي مع الاتحاد الافريقي هل نقول نقدر نشوف دوري كره السله زي دوري ابطال افريقيا لكره القدم، ماتشات راحه جايه كلها، ولا ده هي دي البدايه؟ لا هي دي البدايه، بس ده الفكر يعني بالتاكيد هتبقى رايح جاي، يعني هتبقى ايفنتات معموله معتمده على الجماهيريه. ودي الحته اللي احنا بنناشد فيها النهارده، يعني كل من هو مسؤول الرياضه في مصر النهارده كفانا ملاعب خاويه، كفانا النهارده نتكل على الامن في موضوع التامين. مش ممكن هيبقى في يعني فيش حاجه اسمها ماتشات اسمح للناس 30,000 يخشوا وماتشات اقول لا ما فيش جمهور. يعني هي المبدا واحد. النهارده اللي يقدر يسيطر على ماتش فيه 10,000 واحد زيهم زي ال 30,000 زي ال 50,000، هو كلها السيستم واحد. فالنهارده بلاش يعني خلينا نفكر خارج الصندوق، عايزين النهارده نطور الرياضه جزء اساسي منها الجمهور، من غير جمهور مفيش رياضه. اكيد. ملهاش متعه، يعني النهارده حتى اللاعب وهو بيأدي جوه الملعب ما بيأديش بنفس المستوى اللي الملعب مليان وناس بتشجعه. مستحيل تقارن الاثنين. فالنهارده انت يعني مساله ان مفيش جماهير جوه الصالات ده موضوع قاتل بالنسبه لالعاب الصالات بالذات كمان، لان المكان ده يعني لو في ملعب الكوره برضه مساحه الملعب كبيره جدا ففي بعد او مسافه بينك وبين الجمهور، لكن في الصالات الجمهور قاعد على خطوه منك. فالنهارده ده بيحدث فارق وبيخلي اللاعب يبدع وبيخلي اللاعب بيتميز، لانه عايز يسعد الجماهير وعايز يطلع احسن ما عنده في ظل الوجود والتواجد الجماهيري. سيبك من التلفزيون بينقل او ما بينقلش، انما الاحساس انت راجل لعيب وفاهم انا بتكلم في ايه تحديدا، يعني اكيد وبننقل الصوره دي لان احنا عمرنا ما لعبنا مباراه ما كانش فيها جمهور. اكيد اكيد. انا بضم صوتي لصوت كابتن هاني عبد المنعم، لان الجماهير هي روح الرياضه. نتمنى ان كل المعنيين وكل المسؤولين عن الرياضه في مصر مع الاجهزه الامنيه ان شاء الله يدخلوا لنا الجماهير مره ثانيه الى ارض الملعب، لان فعلا دخول الجماهير هي روح الرياضه، هو استمتاع الرياضي ان هو يتنادي باسمه، يقعد جمهور يشجع ناديه، دي اهم حاجه عنده، بتدي حماس وروح مختلف اكيد في الرياضه المصريه بصفه عامه. كابتن خالد سريعا، دوري الباسكت دائما وابدا في سبع فرق
دايما بيتنافسوا، ما تعرفش مين يكسب مين يخسر. السبعه متساويين، رايك ايه؟ يعني طبعا التقارب في المستوى ده اصلا بيخلق يعني كومبيتيشن، وبيخلق تنافس وبيعلي مستوى الفرق كلها. يعني لان ما يكون الفرق كلها مستوى قريب من بعض، فبيبقى في تنافس اكتر على اللي يكسب البطوله، او ما بقاش حد عارف مين اللي هيكسب، مين الاقرب للمكسب، مين الاقرب للخساره. طبعا يعني انا متفق مع كابتن خالد في الحته بتاعت الـ 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 ان اللعيبه محتاجه ان هي الاحمال الماتشات الكتير ورا بعض دي محتاجه يعني تعامل سايكولوجي شويه مع اللعيب، بحيث ان هو يبقى المفروض اللعيب يبقى متفرغ اكتر للعبه للتدريب وللعب، ويبقى مستوى الاحتراف. يعني في مصر عندنا مشكله في حته اللي هو الواحد بيبقى عنده جانبين من حياته، حته الاحتراف في الباسكت وحتة الشغلانة اللي هو بيشتغل حاجة تانية. فطبعا دي بتعمل ضغط نفسي على لعيب جامد جدا. دي في الحتة بتاعت كابتن خالد. بتفق مع كابتن هاني في حتة التسويق والماتشات الكتير اللي بتحصل في نظام البطولة الجديد في الاتحاد الافريقي، وده بسبب ان النهاردة الاونلاين، احنا عايشين في عصر كل اونلاين، فطبعا ده بيخلق مزيد من الفرص الاستثمارية وفرص. ده محتاج اكسبوجر اكتر، ومحتاج ناس اكتر، ماتشات اكتر، ونقل اكتر للاحداث اللي بتحصل. فكل ده طبعا بيعلي من مستوى الكرة السلة. اكيد زي ما محللنا قالوا، بيعلي مستوى كرة السلة فعلا. الاستثمار الرياضي حاجة مهمة جدا جدا لنجاح الالعاب، زائد الجماهير الموضوع بيختلف تماما. خلينا نخرج التقرير عن مباراة الأهلي وسموحة في دور الثمانية في البطولة الأفريقية البطولة الأفريقية لكرة السلة، وترجعوا لنا عشان نبدأ التحليل في المباراة. الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني طارق خيري يدخل مساء الليلة مواجهة قوية للغاية، حينما يواجه نظيره سموحة سكندري الذي يقوده فنيا أشرف توفي، أحد أبناء الأهلي السابقين، وذلك في ربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري للموسم الحالي. المارد الأحمر صعد لهذا الدور بعد حصده مقعد الوصيف في المجموعة الثالثة من التصفيات الإفريقية، والتي أقيمت على صالة الأمير عبدالله الفيصل خلال الفترة من 8 حتى 10 فبراير الماضي. فالأهلي مني بالخسارة في الجولة الأولى من التصفيات على يد نظيره أول أغسطس الأنغولي بنتيجة 86-77 قبل أن يفوز على نادي فيرو فايارو الموزمبيقي بنفس النتيجة، فيما كان الفوز الملحمي على نادي ريج الرواندي في اللحظات الأخيرة من اللقاء بنتيجة 78-76 ليصعد شياطين الحمر بعد احتلالهم للمركز الثاني بالمجموعة. أما سموحة فتأهل لدور ثمانية بعدما احتل صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على نظيره مازيمبي الكونغولي بنتيجة 78-65 قبل أن يكتسح نظيره كوزبين بطل مدغشقر بنتيجة 119-50 في ثاني لقاءاته، ثم الفوز على نظيره بترو أتليتيكو الأنغولي بنتيجة 79-62 ليضمن الصدارة في التصفيات التي أقيمت بمدغشقر في الفترة من 15 وحتى 17 فبراير الماضي. الأهلي في لقاء اليوم يواجه أبناءه، فسموحة يتسلح بأبناء القلعة الحمراء، يأتي على رأسهم المدير الفني للفريق السكندري وهو أشرف توفي المدير الفني السابق لسلة الأهلي في العديد من المناسبات والبطولات. ثم يتواجد داخل القائمة الثلاثي شريف الضيصطي، محمد الأوصي، تامر مصطفى، إضافة إلى فتحي زكي، ولكنه خارج قائمة الفريق السكندري خلال المواجهة الإفريقية. انتقى الفريقان خلال هذا الموسم في 3 مناسبات، ونجح الأهلي في الفوز بجميعها، حيث كانت أول اللقاءات في نهائي تصفيات المنطقة الخامسة والتي أقيمت نهاية العام الماضي بتنزانيا، قبل أن يفوز شياطين الحمر على الفريق السكندري بدور السوبر ذهابا وإيابا في مباراتين قويتين، فيما أنهى لاعب القلعة الحمراء المواجهة مع الوقت الأصلي وفازوا بنتيجة 76-70. الأهلي وصل عن طريق المجموعة الثالثة
ونادي سموحه وصل عن طريق المجموعه الرابعه، النادي الاهلي طلع تاني المجموعه ووصل للدور الثمانيه، لكن نادي سموحه تصدر المجموعه الرابعه وقدر ان هو يحتل الصداره عشان يقابل نادي الاهلي في دور الثمانيه. كابتن هاني، لو حطينا عنوان المباراه النهارده بين الاهلي وسموحه في دور الثمانيه تقول ايه؟ النادي الاهلي لسه يعني صفوفه لم تكتمل، يعني النادي الاهلي بيغيب عنه رامي جنيدي وهو قوه كبيره جدا كصانع العاب وكراجل خبره كبيره جدا جدا، واسهم بشكل مباشر في البطوله الافريقيه في الجزء الاول منها، اسهم في المباريات دي، فطبعا خبره رامي النادي الاهلي هيفتقدها بقوه. كذلك احمد السلعاوي لسه مازال مصاب، هما في التأهيل، ولكن انا برضو عاجبني تفكير كابتن طارق خيري ان هو النهارده برضو ما حاولش يغامر بالاثنين لعيبه دول ومديهم فرصتهم للشفاء كامل، لانه برضو زي ما كابتن خالد بخيت تفضل قال لك ان احنا بنخوض منافسات الدوري العام وبنخوض منافسات افريقيا وكنا بنلعب مباراه الكاس، فعندنا ضغط على لعبتنا شديد جدا، اجهاد عالي جدا، نسبه الاصابه ما بتلحقش تخف، يعني النهارده لما بيحصل لك اصابه اللعيب بتاعك ولما يكون لعيب مؤثر ما بتلحقش ترجعه فورمه ولا بتلحق ترجعه تاني، فانا عاجبني ان الكابتن طارق ما غامرش بيهم النهارده. ليه؟ على اعتبار ان المباراه دي ليها رده، يعني المباراه دي يعني الماتش العوده بتاعها هيكون يتلعب في اسكندريه بس على ملعب الاتحاد السكندري مش على ملعب سموحه، لان سموحه اختار بالنسبه له الملعب صاله الاتحاد السكندري. فالكابتن طارق هنا برده النهارده حتى ولو حصل اي شيء مش مظبوط ما زال عنده رجعه يقدر يلحق فيها الموضوع، انما اللعيب ما اقدرش غامر ان انا اخسره بشكل اكتر. طبعا زي ما احنا كنا بنتكلم ان النادي الاهلي لسه خسران كاس مصر بفارق نقطه من الجزيره، برده كان في غياب الاثنين لعيبه دول، اغلب اللعيبه عندنا مجهده طالعين من مشوار ماراثوني، هو اكتر لعيبه لعبت في الدوري المصري السنه دي هم لعيبه النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي ما فيش لعيبه، يعني لعيبه الفرق الاخرى اكيد طبعا بذلين مجهود عالي جدا، ولكن اكتر لعيبه اخذوا دوز مباريات هم لعيبه النادي الاهلي. تمام، لو لقينا، لو كان كابتن خالد مصطفى، لو كان كابتن يقول مجهده لعيبه مجهده، في متوسط العمر بين النادي الاهلي 30 سنه لكن سموحه 28 سنه، هل الفارق ده يصنع الفارق النهارده في المباراه بين الشباب او السن الفرق سنتين دول، رايك ايه؟ والله كابتن خالد يعني اعتقد سنتين مش 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 مده، يعني مش عمر كبير، يعني اعتقد يعني بنعتبر زي ما احنا شايفين قدامنا، بس معلش كابتن خالد بنقطعك، متوسط العمر للنادي الاهلي 30 سنه 28 سنه سموحه، متوسط الطول 196 196 متساويين، كابتن الفريق هنا طارق الغنام وكابتن الفريق هنا تامر مصطفى، متوسط التسجيل في المباراه 81 نقطه بالنسبه للنادي الاهلي 92 نقطه بالنسبه لنادي سموحه، الصعود لدور الثمانيه وصيف المجموعه الثالثه ومتصدر المجموعه الرابعه. اتفضل يا كابتن خالد. يعني مثلا لو هي بتعتمد اكتر على مين في الملعب، اللي في الملعب عمرهم قد ايه، يعني ممكن يبقى متوسط عمر الفرقه مثلا 30 سنه بس اللي في الملعب مثلا الكابتن طارق مثلا معتمد على متوسط اعمار مثلا فوق ال 34 سنه او فوق ال 35 سنه، دي تفرق. دي ساعتها تفرق يعني مع طبعا اداء الفرقه. لكن طبعا يعني لو اللي في الملعب متوسط اعمارهم مش كبير هتبقى اعتقد هتبقى يعني هتبقى اداء الفرقه مش متاثر قوي بموضوع السن ده، وفي الاخر موضوع السن ده يعني ده مجرد رقم، يعني هي الفكره في اللعيب متجهز قد ايه ونفسيا متجهز ازاي وبدنيا جاهز ازاي. خبرات سموحه وخبرات الاهلي من وجهه نظرك النهارده، الخبرات دي تصنع الفارق بالنسبه للنادي الاهلي؟ الخبرات طبعا تصنع الفارق، بالذات ان الخبره بتدي ثقه للفرقه وللعيب، يعني اللعيب لو نازل عارف ان هو 90% هيكسب الماتش او عنده ثقه في نفسه 100% انه هيكسب الماتش فهو هيكسب. لو نزل ما عندوش ثقه ولو حتى بنسبه قليله فهو مش هيكسب. كابتن خالد، متوسط التسجيل في معلش دي احصائيات لازم نتكلم فيها، متوسط التسجيل الاهلي 81 بونت في المباراه لكن متوسط تسجيل النادي سموحه 92 بونت في المباراه. هو فرقه سموحه صراحه يعني عندها مجموعه من اللعيبه الممتازه، مصوبين كويسين جدا، كان عمر عزب واحمد عزب وفي ابراهيم خالد وكل الفرقه، يعني عموما شريف الضياستي، الفرقه بتعتمد على التيم وورك والفاست بريك بتاعها سريع جدا، فعلشان كده يمكن النسبه بتاعت السكور بتاعها اعلى من النادي الاهلي. في نفس الوقت للنادي الاهلي هي مش مساله بس ان انا بسجل سكور، انا بالنسبه النادي الاهلي اعتقد ان هو برضه لو شفنا عدد السكور اللي بيخش
في كل فرقه هيبقى المقارنه كده اكتملت. يعني انا بجيب قد كده بس انا بيخش فيا قد ايه، هنلاقي ان الكفه مايله شويه في الديفنس ناحيه النادي الاهلي. هو ماتش النهارده مفروض ان الفرقتين حافظين بعض جدا، انما الجديد ان اللعيبه المحترفه اللي هي الجداد اللي هم بيشاركوا في بطوله افريقيا اعتقد هم دول اللي ممكن يصنعوا الفرق. بس لو جينا بصينا للمواجهات هنلاقي الاهلي لعب سموحه ثلاث مباريات، الاهلي فاز في الثلاث مباريات. ما انا عشان كده بقول ايه الديفنس بقى. يعني الدفاع، انا دلوقتي الدفاع بتاعي شكله ايه؟ لو جبنا المقارنه هنلاقي مثلا لمصلحه الاهلي، فعلشان كده ان النادي الاهلي اتفوق في الثلاث مباريات اللي فاتوا اللي هم لعبوا مع بعض السنه دي في الموسم ده. يعني زي ما انت شايف قدامنا ده ماتش الاهلي وسموحه في دوري السوبر عصارة الاهلي، والاهلي فاز 76-70. ما انا يعني انا بتكلم في حته معينه، يعني برضه في حته الخبره. يعني لما نيجي نقول مثلا ان خبرات النادي الاهلي هنلاقي في طارق الغنام، هل طارق الغنام هيقدر يلعب الفتره الكافيه عشان يرجح كفه النادي الاهلي؟ هنلاقي ان بقيه اللعيبه نفس الحكايه، مودي الجرح خبره. هنبص نلاقي ان بعد كده الاسامي هنلاقيهم ان هم شباب، سيف سمير، محمد العدلي، الشافعي خبره، محمد ابو النصر، مصطفى مشعل، حاتم البحيري، في مقابل لعيبه نادي سموحه. تمام. انا هتكلم يعني فنيا برضو برجع بقول تاني ان الفرق اللي هيقدر يعمل الانسجام ما بين المحترفين اللي ما بيلعبوش معايا في الدوري مع بقيه الفرقه في الدفاع وفي الهجوم هو ده اللي هيقدر يعدي ماتش النهارده. يعني احنا اتفرجنا على بطوله افريقيا الماتشات بتاعت النادي الاهلي، ان كان المحترفين بيلو وهولمز لما جم لعبوا مع النادي الاهلي ما كانوش منسجمين تماما، فكان في بعض العيوب في الدفاع وبعض العيوب في الهجوم ان هم مش حافظين بسبب عدم الانسجام. تمام. نفس الحكايه دي هتواجه نادي سموحه، فاللي هيقدر يعمل الانسجام ده هتبص تلاقي هو ده اللي ممكن ان تترجح كفته في ماتش النهارده ان شاء الله. تمام. لو داخل الخطوط يا كابتن هاني بيكون متواجدين اللاعبين بس بينفذوا كلام التيم مديرين فنيين لازم تتكلم عليهم. انا عارف ان كابتن اشرف توفيق كابتن لعبت معاه طبعا، كابتن طارق خيري لعبت معاه، وعارف الاثنين مدربين كويسين جدا. رايك ايه في الاداره الفنيه من خلال الخطوط، بخاصه ان كابتن اشرف توفيق مرن فريق الاهلي اكتر من موسم كتير جدا وحافظ اللاعبين؟ تأكيد طبعا. هو النهارده نادي سموحه يعني الفرقتين كبار. النادي الاهلي طبعا يمكن تاريخا بطولاته اكتر شويه، او هو يعني فرقه بطوله اكتر شويه. كابتن اشرف توفيق من صناع هذا التاريخ، يعني راجل برضو شارك كلاعب وشارك كمدير فني للفرقه في صناعه اكتر من بطوله. النهارده هو له مدرسه اشرف توفيق بيلعب بيها بطريقه محدده، بيعتمد على الديفنس اكتر وبيعتمد على انطلاقات الفاست بريك. النهارده انا شايف الجيم هيكون في اللعيبه الاجانب. يعني النهارده المباراه متفق مع كابتن خالد المحترفين، التوفيق بتاع اللعيبه الاجانب هيكون ومدى هم بقى لهم شهر دلوقتي، او يعني هم ما بيلعبوش مباريات، ولكن الوحيد اللي بيلعب مباريات اللي هو الجاستس جيمس جاستس بالنسبه لسموحه اللي هو مستديم معاهم، كان جاله اصابه في عينه كده وبعدين رجع برده من الاصابه، انتظم جوه الفرقه. مساله بقى اللعيبه هو هيجيد ازاي او هيأدي ازاي، هم النهارده بيشارك بثلاثه اجانب، كل فرقه بتشارك بثلاثه لعيبه اجانب. مدى اجاده الثلاث لعيبه اجانب هيفرقوا النهارده في المباراه كتير جدا، يعني لان هم هياخدوا مساحه اكتر نتيجه برضو للغيابات اللي موجوده في العناصر. مثلا سيف في فرقه النادي الاهلي انا غايب من عندي سلعاوي وغايب من عندي رامي جنيدي، هيتعوضوا بهولمز والنيجيري اللي هو ديوسي بيلو. الاثنين دول داخلين فردتين برضو، مش لعيبه صغيره، دي لعيبه كويسه جدا، لعيبه محترفه. انا شايف ان ريجينالد هولمز ده لعيب كويس جدا، لعيب شويت، هيز ستار، يعني لعيب نجم، بيحب ياخد الكوره وبيحب يشوط، بيحب يلعب، بيعمل محاولات كتير على الباسكت. نسبه التوفيق عنده بتبقى جيده، لما بيجيد بيكسب الفرقه. الراجل الثاني النيجيري ديوسي بيلو ده راجل قوي بدنيا، عنده بيكمل على الباسكت دايما ورا الكوره، يعني حتى لو حد من الزملاء بيشوط هو بيخش يعمل فولو كتير. نسبه الاستحواذ على الكوره تحت الباسكتين
انا شايف ان هي هتبقى ميالة للنادي الاهلي اكتر لان عناصره اللي هي تحت الباسكت اقوى شويه من عناصر اللي موجوده في نادي سموحه. هيحسم اللقاء ده خبرات الاجانب مع مدى انسجامهم مع اللعيبه المصريين الموجودين. اكيد اللي هيحسم اللقاء خبرات الاجانب زي كابتن هاني، لكن انا اللي هيحسم اللقاء بالنسبه لي صفاره النهايه وصفاره البدايه هو اللقاء. لقاء جوه ارض الملعب بتختلف تماما عن المحللين وكل حاجه وكل كلامنا ده بنقوله وبنحلل بيه، لكن في اخر اللاعبين على ارض الملعب واداره الاداره الفنيه من خارج الملعب. خلينا نستعرض تاريخ كابتن طارق خيري المدير الفني للنادي الاهلي وكابتن اشرف توفيق لنادي سموحه. طيب الجهاز الفني للنادي الاهلي النهارده مفيش مشكله، هنستعرض حاجات تانية كتير معلش، لكن الجهاز الفني للنادي الاهلي النهارده طارق خيري مدرب عام اسلام علي ومدرب مساعد احمد الجرحي، مدير اداري شريف علي واداري رضا السيد، مخطط احمال محمد علي ومحلل فني اكرم الشرباجي، طبيب الفريق اسامه فرج، علاج طبيعي احمد يحيى ومدلك محمد عيسى. الجهاز الفني لنادي سموحه كابتن اشرف توفيق مدير فني هو ابن النادي الاهلي، والمدرب العام الايمن المطراوي، مدرب مساعد محمد رزق، مدير اداري عماد هاشم واداري محمد زكريا، مخطط احمال محمد جمال، ومحلل فني عبد الرحمن الجلاد، وطبيب الفريق تامر جلال، ومهمات حماده عبد العزيز. ده الجهاز الفني والجهاز الفني لنادي سموحه والجهاز الفني لنادي الاهلي. كابتن خالد كابتن هاني اخذنا واحلل لنا الماتش لكن قال المحترفين، لكن انا شايف النهارده وجود نجوم في الفرقتين هيصنعوا الفارق غير المحترفين خالص. طبعا يعني زي ما قلت حضرتك قبل كده، يعني هي الفكره في الثقه بتاعت اللعيب. طبعا انا مش هتكلم في فنيات، يعني بعد كابتن هاني ما قال بتكلم على الفنيات وكابتن خالد طبعا، لكن هي مين اللي عنده روح اكتر في الملعب ومين اللي هيبذل مجهود اكتر في الملعب ومين اللي هيبقى عنده ثقه اكتر في نفسه، هو ده فعلا اللي هيرجح كفه الفرقه. اهم حاجه ان النادي الاهلي بس يعني ما يبقاش هو كسب كل اللقاءات اللي فاتت، فما تبقاش اللعيبه نازله حاسه ان هي يعني خلاص حاسه ان هي عندها ثقه 100% انها تكسب. يعني طبعا الاحساس ده بيخلي اللعيب يعني في حاله برضو ايه يعني ارتخاء شويه. لازم يبقوا نازلين شادين جامد وجازين على اسنانهم وروحهم تبقى عاليه وبيلعبوا باقوى حاجه عندهم، ده اللي هيخليهم ان هم يكسبوا الجيم ان شاء الله. رايك النهارده اعتماد النادي الاهلي على الدفاع المقفول الديفنس زون ديفنس ولا بطول الملعب ولا يقفل تحت الباسكت ولا يعمل ايه بالظبط؟ ما هي هتعتمد على مدى توفيق الفرقه، فرقه سموحه. يعني لو الفرقه موفقه من بره في اول كام شوطه في الجيم فخلاص اللعيبه هتاخد ثقه ان هي بتجيب من بره، فده طبعا مش هينفع ان انت حضرتك تبقى فرقه الاهلي تبقى عامله ارتخاء في الدفاع او يعني نازله تحت شويه، لازم تبقى ضغطه طبعا على فرقه جامد عشان ما يدهمش فرصه ان هم يشوتوا. تمام. كابتن خالد دايما تقول لي اللي بيمسك الحلقه في الحلقتين هو اللي بيكسب المباراه. بالظبط. طارق الغنام نادي الاهلي والناحيه الثانيه برضو لاعبين كبار في نادي سموحه، شايف المباراه تحت الباسكت ازاي؟ هو طبعا من ضمن الاضافات اللي النادي الاهلي ضافها السنه دي وكانت مميزه جدا هو وجود تود اوبراين مع طارق الغنام. في سيف سمير من لعيبه النادي الاهلي اللي برضو بيعملوا ريباوند كويس قوي ومعاه محمد العدل، بس الريباوند اصلا ما بيبقاش لوحده من لعيب الارتكاز. يعني شفنا قبل كده في ماتشات النادي الاهلي كان في دروب ان اللي بره ما بيعملوش بوكس اوت على مناتهم، وخصوصا في بطولات افريقيا، يعني حتى كان واضحه قوي في تصفيات افريقيا اللي فاتت ان لعيبه فرقه موزمبيق ورواندا كان الباور عندهم جامد، فكان لعيبه اللي بره البريمتر بتوع النادي الاهلي بيقفوا يتفرجوا والكوره بتتشاط فبيروحوا داخلين اللعيبه من موزمبيق او رواندا وكانوا بيستحوذوا على الكوره وبيعملوا السكند شوت. فلازم النادي الاهلي اللعيبه اللي بره تساعد على البوكس اوت، لان برضو فرقه سموحه من الفرقه الممتازه في سرعتها وفي الدخول على السكند شوت. عندهم ابراهيم خالد لعيب جناح طويل وفي نفس الوقت بيخش على السكند شوت كويس، عندهم تامر مصطفى، عندهم شريف الضياصي من اللعيبه اللي بتخش على السكند شوت كويس قوي، عندهم لعيبه ارتكاز مروان اسمه
مروان سرحان. مروان سرحان مروان سرحان من اللعيبه اللي هم فايتر كويس. يعني مش مجرد ان انا بحارب، مش مجرد ان انا حتى بتحجز فالراجل بيسكت، لا هو بيحارب على السكند شوت. فلازم اللعيبه اللي بره يساعدوا لعيبه النادي الاهلي الطوال علشان بيبقى في حرب تحت الحلقه. تمام، لازم ان هم يساعدوهم في ان هم استحواذ على الكوره. اصل الاستحواذ على الكوره ده بيديك وانت في الدفاع بيديك القدره ان انت تعمل فاست بريك سريع وتقدر تجيب باسكت سهل. يعني دايما الباسكت السهل بنتكلم عليه لما بتبقى الفرقه تعبانه، بنقول مثلا ايه اجري شويه خمس دقائق وريح عشان الفاست بريك، تجري على الفاست بريك عشان تقدر تجيب سكور عشان تريح. في نفس الوقت انت لو قدرت ان انت تخش على السكند شوت كويس، فانت بتساعد الفرقه ان في حاله ان انت بتعمل الميت شوت ان انت تقدر تعمل تجيب برضه نقطتين، او ان انت تاخد فاول، او ان انت تاخد الكوره في بعض الاحيان وفي الكريتيكال تايم وتطلع بيها بره وتمشي التايم. ففعلا الاستحواذ على الحلقتين هم دول اللي بيكسبوا الماتش. اهم حاجه الاستحواذ على الحلقتين، وان شاء الله الاهلي يستحوذ على الحلقتين والمباراه. خلينا نطلع لتشكيل فريق الاهلي النهارده وتشكيل فريق نادي سموحه. قدامنا على الشاشه فريق النادي الاهلي النهارده، نيجيري بيلو رقم 2، الامريكاني هولمز رقم 3، ومودزي الجرح 4، سيف سمير 8، 9 ابراهيم الجمال، 10 طارق الغنام هو كابتن الفريق. ١١ محمد عدلي، ١٢ مصطفى الشافعي، ٢٣ محمد ابو النصر، ٥٥ الامريكي تود اوبراين، و٧٠ مصطفى مشعل، و٧٧ حاتم البحيري. نستعرض قائمه نادي سموحه. مروان سرحان رقم 6، عمرو عزب رقم 8، رؤوف الصفواني رقم 9، احمد فرج رقم 10، 11 تامر مصطفى، 14 محمد القوسي، 15 اشرف ربيع، ابراهيم خالد 12، و23 الامريكي ساكا، 55 جيمس الامريكي، 70 النيجيري اوغستين، و77 شريف الدياستي. استعرضنا قائمتين الفرقتين يا كابتن هاني، بس شايف ان نيجيريا جوه المباراه بيلعب نيجيري في النادي الاهلي ولاعيب نيجيري في فريق نادي سموحه، نيجيريا متقدمه في كره السله. نيجيريا متفوقه في كره السله، بس يعني هو متفوقه ما يعني على الصعيد الافريقي، مش متفوقه انما هي متفوقه عددا اكتر دوله عندها لعيبه بيلعبوا في مختلف المراحل في امريكا هي نيجيريا. يعني نيجيريا عندها حوالي 600 لاعب بيلعبوا في الان سي دبليو اي في دوري الجامعات الامريكي، عندهم حوالي 4 دلوقتي لعيبه بيلعبوا في الان بي اي اكتيف، يعني عندهم لعيبه بتلعب فعلا في فرق بتنافس جوه الان بي اي. هي لما بيحصل منتخباتها بس بتبقى اقل شويه لان مش كلهم بيجوا او مش كلهم بيرضوا ان هم يجوا، انما هي في الحقيقه نيجيريا من اقوى الدول بدنيا في افريقيا، وبالتالي لعبتها بتبقى دايما منتشره بشكل اوقع. النهارده الراجل اللي هو السنتر اللي موجود عندهم ده سنتر قوي بتاع نادي سموحه، ظهر في البطوله اللي كانت في مدغشقر دي، هو ساهم في ان سموحه تكسب كل المباريات، رغم ان هو في النهائي طبعا كانوا بيلعبوا فريق بيترو اتلتيك وده من انجولا. يعني من الاستراتيجيات برضو اللي كانت وارده رغم تفوق سموحه طبعا، واحنا بنشيد باداء سموحه وتفوقها، ولكن هو كان اختيار برضو كان اوقع من الطرفين سموحه وانجولا، انه بدل السفر وكده هو سموحه ارتضى ان هو هيرجع يلعب في مصر مع النادي الاهلي، وبيترو اتلتيكو ارتضى انه يلعب مع بريمو دي اوغستو في انجولا. فعلشان برضو تكلفه السفر وخلافه كانت من عند ربنا، كانت من عند ربنا. انا لسه متفرج على الماتش بتاع يعني بريمو دي اوغستو وبيترو اتلتيكو، كان بيتلعب اول امبارح. بريمو دي اوغستو كسب على ملعب بيترو اتلتيكو، يعني بريمو دي اوغستو الفرقه اللي كانت موجوده عندنا هنا لسه راح على ارضها هتلعب، هتلعب بقى في ارض بريمو دي اوغستو. يعني بريمو دي اوغستو كسب على ارض بيترو اتلتيكو، لان هو بريمو دي اوغستو السيزون ده هو الفرقه متزعب. اللي احنا كنا حتى في التعليق كنا بنقول ان الفرقه دي متميزه قوي. دي حقيقة. الفرقه صراحه بيلعبوا باسكت بول على مستوى عالي. النهارده هنتفرج على باسكت بول كويس. انا شايف ان اللعيبه الاجانب ما عندهمش لود، ما كانش في ضغط عليهم، يعني قاعدين فتره الشهر اللي فات ده
ما عندهمش غير تمرين تمرين تمرين. كانوا هم في اول مرحله لما كانوا واصلين لسه احنا قلنا ان هم جم متاخرين شويه فما قدروش يتاقلموا بالنسبه للنادي الاهلي خصيصا يعني الاثنين لعيبه اللي هو النادي الاهلي جابهم كان جابهم متاخر شويه فكانوا ما دخلوش فورمه في المرحله الاولانيه اللي احنا قدرنا الحمد لله ربنا وفقنا وطلعنا للدور اللي بعده. النهارده هم لا خدوا فترتهم في الاعداد وخدوا فترتهم في اللعب. المفروض نشوف النهارده المستوى الحقيقي بتاعهم ونشوف منهم اداء ان شاء الله يكون يرتقي الى المكسب ويرتقي لطموحات النادي الاهلي باذن الله. يرتقي لطموحات النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. الفوز مهم النهارده عشان يقدر يريحنا في المباراه القادمه باذن الله امام نادي سموحه. هنخرج لفاصل وترجعوا لنا عشان نكمل تحليلنا على مباراه الاهلي وسموحه دور الثمانيه دوري ابطال افريقيا لكره السله. اهلا بيكم مره تانية بعد الفصل. خلينا نستعرض او نتكلم على فريق النادي الاهلي وصل ازاي للمباراه لدور الثمانيه. كابتن خالد النادي الاهلي قابل فرق في المجموعه، لعب مجموعه الاول خارجيه بعد كده جه لعب على ارض النادي الاهلي مع اول اغسطس وفرافريارو الموزمبيقي وريج الرواندي زي ما قدامنا على الشاشه اهي. الاهلي واغسطس الانغولي 77-86 خسرنا اول مباراه، والمقابله الثانيه فرافريارو الموزمبيقي معلش عفوا وريج الرواندي فاز بالمقابلتين 86-77 و78-76. رايك ايه؟ ده كان يعني عايز اقول لحضرتك الثلاث ماتشات دول كان الواحد على اعصابه يعني اول ماتش لما خسرنا بقى خلاص يعني بقى الواحد قاعد قلقان ان هو لو اي وقعه تاني خلاص احنا بره بطوله افريقيا اللي احنا اوريدي كنا واخدين يعني احنا ابطال افريقيا يعني نخرج من التصفيات. فطبعا دي كانت يعني انهيار في الاعصاب. بس الحمد لله يعني هم يعني الفرقه قدرت ان هي تجمع نفسها في الماتش التاني والتالت خاصه في ماتش فيهم هم عملوا كامباك اللي هو اعتقد الرواندي ريج الرواندي دي حقيقه عملنا كامباك في قوي جدا في التايم التاني كان رائع يعني كان خسرانين فرق حوالي 20 بونت وعملنا كامباك. روح الفرقه كانت خطيره بصراحه يعني والواحد كان قاعد بيتفرج من بره وهو يعني حاسس عارف الادرينالين ضرب في الجسم فكان الواحد اكنه قاعد في الماتش معاهم يعني. بس الحمد لله يعني النهارده من واقع خبرتك جوه ارض الملعب النادي الاهلي اعتماده على ايه الاساسي جوه ارض الملعب يقدر مفاتيح فوزه في ايه بالظبط؟ انا شايف الروح. الروح دي رقم واحد. دي رقم واحد يعني ده روح النادي الاهلي طبيعه. دي روح النادي الاهلي زائد الاجريسيف. لازم الفرقه تبقى اجريسيف جدا يعني ما ينفعش التهاون في اللعب يعني البريشر لازم يكون بريشر جامد. الاجريسيف لازم يبقى من اول الملعب الناس ماسكه مناتها بكل قوه وبكل اجريسيف. يعني رايك احنا نلعب مان تو مان النهارده بطول الملعب على فريق سموحه من اول نضغط من اول المباراه؟ مش شرط من الاول بس يعني اتليست كل واحد ماسك مانه لازم يكون ماسكه جامد اقوى قوه عنده. ما ينفعش ان هو يبقى مرتخي مع الراجل اللي هو ماسكه. فلازم الفرقه تلعب ناشف لان اللعب الناشف ده بيخلي الفرقه اللي قدامك بتلوس كنترول مش عارفه تلعب. ليه؟ لان انت ضاغط عليها بقوه فانا مش عارف مش واخد راحته. لو سبت الفرقه اللي قدامك تلعب براحتها هتعمل اللي هي عايزاه عليك. كابتن خالد 3 بوينت ولا الميديم شوت ولا ايه بالظبط يوصلنا للفوز النهارده؟ هو لازم التنويع كويس يعني في الاوفنس لازم انت ممكن جدا ان انا اجي ماتش مثلا الشويته بتاعتي مش متوفيه زي مثلا ما حصل في ماتش الجزيره في فاينل الكاس زي ما احنا شايفين قدامنا. دي صوره من ارض المباراه خلاص الفرقه بتستعد لنزول الملعب الان. اتفضل يا كابتن خالد. هو في اي تكتيك يعني المفروض ان هو بيتبني عليه الاوفنس بتاعه ان انت لازم بتحط اعتبارات لكل حاجه يعني ان انا هشوط 3 بوينت البنتريشن ان انا بنزل الكره تحت الباسكت للعيبه التقال عندي بسهل المواضيع بان انا بنزل الكره مثلا للسنتر الجامد اللي عندي وفي نفس الوقت لما بيتعمل عليه دبل او حد عايز يوقفه ببتدي اعمل كيك اوت الكره بره للراجل الشوتر بتاعي عشان يشوط. فاساس التنويع هو ده الاساس. لو بصينا لفرقه الاهلي هنلاقي ان هو بيميل للشوتينج اكتر يعني اللي بيعمل بنتريشن في الفرقه هنلاقيه مثلا محمد ابو النصر ومشعل كويس. بقيه اللعيبه البريمتر اللي بره بيميلوا للتصويب يعني ابراهيم الجمال بيميل للتصويب، مودي الجرحي بيميل للتصويب، حاتم البحيري لازم يعني اتكلمنا عليه في الاول ان هو كان جه عنده الشوتينج كويس وعنده البنتريشن كويس الدخول على الباسكت
انما ابتدى يحدد لنفسه مسار ان انا بمشي الفرقه. هو في الاول بدا موسم قوي جدا بالزبط. بعد كده نزول في المستوى النهارده شايفه ازاي جوه ارض المباراه والدور المطلوب من حاتم حلمي لازم يرجع تاني سواء بقى ماتش النهارده وبقيه السيزون للمستوى اللي هو جيبي اللي انا لازم ابقى انا ما ينفعش ابقى انا لعيب. انا بتكلم بقى عموما مش على حاتم البحيري بس انا كجارد في النادي الاهلي انا لازم ابقى شوتر وعندي البنتريشن بتاعي طبعا. ما ينفعش ابقى انا راجل انا شوتر بس طب ما انا هلزق لك صح. انا بخش بس على الباسكت طب انا هبقى عندك خطوتين وهوقفك لا لازم ونرجع تاني ان التنويع في الهجوم ده اساس الفوز باذن الله والنادي الاهلي عنده من النجوم اللي يقدروا ينفذوا الكلام ده ان شاء الله. كابتن هاني سريعا لازم نروح لسموحه. نادي سموحه مصادر القوه في نادي سموحه يقدر فريق النادي الاهلي يوقفها ازاي بالظبط؟ انا بس عندي تعقيب صغير. اتفضل. يعني عجباني قوي الروح اللي موجوده في الاتحاد الافريقي دلوقتي اللي هي ايه الاهتمام بالتفاصيل حتى الراجل واقف بيظبط الصوره انها هتطلع فلوس بقى كابتن خلاص لا ده الفكر اللي احنا عايزينه تمام. ان شاء الله سموحه هتلاقي عندها ادائها زي ما هو ماشي في الدوري الطبيعي بتاعه عنده الراجل الاساسي بتاعه اللي هو الامريكي جيمس جاستس كويس. هو سموحه مشكلته جيمس جاستس ومستو جيمس جاستس يعني هو النهارده لعيب احادي يعني النادي بيعتمد عليه بشكل اساسي جدا فاذا وفق بتلاقي ادائهم رائع ما توفقش او اتعمل عليه ديفنس بشكل جيد سموحه بيخسر حوالي 50-60% من ادائه الهجومي لان هو جيمس لعيب كويس لعيب مهاري بشكل عالي جدا عنده تصويبه كويسه جدا وعنده القلب اللي يخليه يشوط تحت اي ظروف يعني ما مش مثلا بيفكر لو الديفنس عليه حتى لا بياخد برده الشوطه لو توفق بتلاقي اداء سموحه شكلا اختلف تماما لو ما توفقش بيبقى برضه سموحه ما بيقدرش يتوفق تمام. وهو نظريه اللاعب الواحد دي دايما اثبتت عدم نجاحها على مستوى العالم كله يعني هي بتساعدك في ماتشات بتكسبك ماتشات في اوقات كتيره انما على اللونج ران او على المشوار الطويل او في روح بطوله او الكلام ده كله ما فيش لعيب ديفنس النادي الاهلي يدافع من نص الملعب ولا من اول الملعب ولا رايك ايه والمفاتيح يعني انت قلت لي جيمس هو اهم مفتاح اللعب هنقفل على هو عنده جيمس ومروان سرحان كويس. هم دول القوتين اللي عنده كويسين قوي تمام. دول اتقفل عليهم بشكل مان تو مان ضاغط على الاثنين لعيبه دول مع ان بقيه الفرقه بتخدم عليهم بالتغطيات يعني اذا عدى من لاعب بيلاقي لاعب تاني بيقابله بيبقى فيه روتيشن في الديفنس ده اللي بيساعد انك انت تحكم الدفاع بحيث انك انت بتقلل على الراجل كل فرصه انه يقدر ياخد الكره ويطلع بيها فاضي انك إن لو انت انا ماسكك مان تو مان عديت مني زميلي اللي ورايا بياخدك دفاع وانا برجع للراجل اللي هو ايه سابه زميلي تمام. دي بتبقى روتيشن في الديفنس كل فرقه بتبقى حافظاها تمام. خلينا بس بنقول لجمهورنا تاني احنا متواصلين معاكم على السوشيال ميديا على اهلي ايجيبت الاهلي ايجيبت تي في ده متواصلين على تعليقاتكم متواصلين بكل حاجه هنرد عليكم على الهواء مباشره على طول فتواصلوا معانا وشوفوا انتوا عايزين حتى لو كنتوا عايزين اسئله من محللنا هناخد كلمه اخيره من محللنا ونطلع للمباراه كلمه اخيره سريعه جدا عشان لازم نطير لملعب المباراه يعني ربنا يوفق النادي الاهلي النهارده وطبعا توفيق لسموحه برضه بس اعتقد ان احنا مايلين اكتر النادي الاهلي يكسب يعني يا رب باذن الله اكيد النادي الاهلي لازم يكسب يا خالد كابتن هاني كلمه اخيره التوفيق ربنا يوفق ان شاء الله يا رب باذن الله هنكسب ان شاء الله كابتن خالد بخيت يا رب النادي الاهلي باذن الله ربنا يوفقه ويسعد جماهيره ويسعد النادي كله ان شاء الله يا رب النصر للنادي الاهلي يا رب الفوز للنادي الاهلي اللي بيسعدنا ويسعد جماهيره كلها هنطير لملعب مباراه صاله 2 استاد القاهره مباراة الأهلي وسموحة دور الثمانية البطولة الأفريقية لأبطال الدوري أو البطولة الأفريقية لكرة السلة والتعليق لزميلي العزيز أحمد علي لك الكلمة اهلا بكم بين الشوطين الاهلي وسموحه الاهلي وسموحه في دور الثمانيه في كره السله النتيجه 37 سموحه 34 الاهلي ولسه عندنا الكوارتر الثالث والرابع كابتن خالد بخيت
دفاع الفريقين النهارده مان تو مان بيدافعوا قوي جدا. النادي الاهلي بيغير من مان تو مان لماتش اب، الوضع شكله ازاي؟ الخلل فين او نقط القوه فين في فريق النادي الاهلي؟ هو طبعا سموحه بيلعب مان تو مان، الاهلي بيلعب ماتش اب زون. انا شايف ان لغايه دلوقتي برضه ان الاثنين الامريكان بيلي وهولمز مش منسجمين، لان احنا في الدفاع بالذات، لان الماتش اب زون ده يعني لازم يتدرس، لازم يتحفظ، الروتيشن فيه دقيق جدا. عشان كده لقينا ان في مساحات في دفاعات النادي الاهلي، هنشوف الكلام ده في التنوع السكور اللي جابه سموحه، هتلاقي فيه بنتريشن، في دخول على الباسكت، هتبص تلاقي فيه 3 بوينت، في دخول على الباسكت واسيست. النادي الاهلي محتاج ان هو يضيق شويه المساحات اللي ما بين المدافعين بتوعه. ابتدوا كويس قوي الاهلي ما بين هولمز وبيلو في الاوفنس، وبعد كده ابتدى الدنيا تنزل، ابتدينا يبقى عندنا كاننا احنا بنعمل مسابقه في الشوتينج. احنا قلنا قبل كده مسابقه فعلا بالظبط، لازم ننوع. اول ما نستريح تود اوبراين، هو كان ميديوم شوت، كان بيشتغل شويه تحت الباسكت، ابتدى يبقى في معتمدين على الشوتينج 3 بوينت بصفه كبيره، وده مش كويس، زائد ان الفاست بريك بتاع النادي الاهلي بطيء. تمام، هاخد من كلام كابتن خالد حاجه مهمه جدا، وهو الشوط، وبقى لك بقينا يعني شوطات كتيره، جماهير عندنا في النادي الاهلي متابعينا على السوشيال ميديا، على الاهلي ايجيبت تي في على السوشيال ميديا، كلهم بيسالوا سؤال مهم هساله لكابتن هاني. كابتن هاني، كل الناس بتسال 13 شوطه ثلاثيه النادي الاهلي بيستغلها مره او اتنين فقط لا غير. النادي الاهلي شاط 13 مره، جاب كورتين بس بالظبط، واحده للنيجيري جوسي بالو وواحده لابراهيم الجمال. الحقيقه النهارده ابراهيم الجمال مش في حالته ومش موفق، بيحاول محاولات كتير مش متوفق. انا شايف جوسي بالو، يعني يمكن اختلف شويه مع كابتن خالد، لا جوسي بالو مادي كويس، هو في الاوفنس مادي كويس، وفي الديفنس، في الديفنس هو اللي موقف الراجل اللي هو جيمس جاستس بتاعهم، بيلعب عليه ستريت. انا ما قلتش ان هو مش متوفق، انا قلت البدايات، انا اتكلمت على البدايات بتاعت هولمز، الوحش هولمز، يعني هولمز هو اللي مش متوفق. مظبوط، بص لا مصطفى الشافعي جاب 3 بوينت، شاط 3 بوينت، ما جابوش. سموحه في الشوط الاولاني برضه زي ما قلنا الاعتماد هيبقى على الاجانب بشكل اوقع، عندهم اكتر واحد جاب طبعا اللي هو جيمس جاستس، جاب 12 بونت، وراه الامريكي اللي هو ادامو ساكا ده جاب 10 بونت، احمد عزب جاب 8 بونت، وده يعني حاجه كويسه جدا بالنسبه له، مروان سرحان بونتين، وشريف دياس 2 بونت. احنا في مقابل النادي الاهلي جوسي بالو جايب 8 بونت، هولمز جايب 5 بونت، سيف سمير 6، ابراهيم الجمال 3، عادلي 3، الامريكي تودو براين 3، 9 بونت. الامريكي تودو براين هو الحقيقه كان موفق جدا في الميديم شورتر الاولاني، ويعني كابتن طارق برضو ريحه شويه وعمل التغييره بتاعت مصطفى الشافعي، ده لمجرد ان هو يريح. انت عارف جيم الباسكت بتوزع على 4 اشواط، فمحتاج انك تاخد من اللعيب على كل المده. تمام، فهو كده احنا ماشيين كويس، مفيش مشاكل يعني كده ماشيين كويس. بس كابتن خالد، شفت النهارده قبل المباراه قلتوا المحترفين هو اللي هتقلب الميزان لفرقه عن فريق جيمس جاستس، والمحترفين بتوعنا شفتهم ازاي النهارده؟ والله يا كابتن خالد، يعني انا شايف المحترفين يعني في حالتهم الطبيعيه يعني كويسين مش وحشين، لكن تمام. هي المشكله عندنا في اللعيبه بتوعنا ان هم ما بيرجعوش بسرعه. العوده من الهجوم للدفاع ما بيرجعوش. يعني كل مره الناس بتهجم 3 على 1، 3 على 2، لوس خالص في الديفنس. طبعا يعني لازم يوقفوا الهجمه. اول حاجه لازم يوقفوا الفاست بريك. فاست بريك رهيب على الاهلي. معظم السكور اللي جاي من الفاست بريك. طب انت يعني هتوقف الجيم ازاي، وانت هتوقف السكور ازاي وانت بتلعب عليك فاست بريك بالطريقه دي؟ من وجهه نظرك النادي الاهلي يوقف نادي سموحه ازاي عشان يقدر يعمل كامباك، اللي هو انا عارف الفرق 4 بونت، الفرق قليل، او 3 بونت فرق قليل، لكن يقدر يستعيد او يمسك زمام الامور ازاي سريعا عشان اجريسيف ديفنس؟ بس هو ما بيلعبوش ديفنس اجريسيف، يلعبوا اجريسيف ديفنس، يفتحوا شويه على الناس بره، يزنقوهم بره ويرجعوا بسرعه. يعني دول اهم نقطتين انا شايفهم في عشان خاطر يبقى الجيم، يبقى نقدر احنا نعمل عليه كنترول شويه يعني. تمام كابتن هاني، الديفنس القوي جدا الاجريسيف على نادي سموحه،
نقفل ازاي على مفيح نادي سموحه في الكوارتر الثالث والرابع. هو اللي واضح من اداء فرق سموحه النهارده الاداء الاثنين الامريكان اللي عندهم هم اللي شايلين الجيم، يعني هم اللي واخدين الحيز الاكبر من الجيم، فدول لو اتقفل عليهم دفاعيا بشكل جيد. يعني احنا برضو لما نبص للتحليل الكوارترين اللي اتلعبوا هنلاقي الكوارتر الاولاني سموحه جايب 24 بونت، الاهلي جايب 21 بونت. الكوارتر الثاني سموحه جايب 13 بونت والاهلي جايب 13 بونت. فاذا الماتش قريب، مش على قريب، انا بتكلم على فرق سكور ان هو اداء الكوارتر الاولاني كان اسرع، كانت العمليه مفتوحه اكتر، كانت الناس بتشوط متوفقه. الكوارتر الثاني نسبه الاداء الهجومي قلت شويه، الفرقتين جابوا 13 بونت في الكوارتر، فده برضو المفروض الكوارتر يجيب يكون فيه ال 20 بونت، ده الطبيعي بتاعه. هو كونه جاب 13 بونت بس ده يوري ان الديفنس شد شويه ونسبه التوفيق قلت. يعني في اكتر من كوره لو هنبقى نرجع لهم بعد كده هنلاقي ان الكور من تحت الباسكت حاجات المفروض تكون مؤكده ان هي الكوره معنده شويه، معنده تحت الباسكت، ده بيحصل في بعض الاحيان، معنده تحت الباسكت. وقلت لي اللي يمسك الحلقه ويمتلك الحلقه ما عندنا تحت الباسكت، هنفتح لعب ازاي؟ ولو مكان كابتن طارق خيري هتقول اللعيبه ايه بين الشوطين دلوقتي؟ هو اهم حاجه لازم الهدوء في الاوفنس شويه، في الهجوم لازم انوع الهجوم بتاعي، ما اعتمدش بس على الثري بوينت، لازم ارجع في الفاست بريك. في بقى نصيحه مهمه جدا لازم للاعيبه الارتكاز، لعيبه سموحه طرد لاعيبه الارتكاز بتوعنا عن المنطقه الخطر. يعني دايما نبص نلاقي ان لعيبه الارتكاز بتوع الاهلي لما يجي يستلموا انا بره مجال خطورتي، لا انا لازم ان انا ازاي ان انا اعمل الموف بتاعي بحيث ان انا استلم تحت الباسكت مجرد خطوه والتانيه ابقى وسط الباسكت، مش يطردني بره واستغرب ان انا اخد الكوره عايز دربلايتين ثلاثه علشان انزل لغايه الحلقه والدفاع يجي لي. لا، لازم لعيب الارتكاز يستلموا في المنطقه الخطر تحت الباسكت، لازم ان انا ما اتسرعش في الشوتينج لان الشوتينج المتسارع ده بيبقى فيه نسبه اخطاء عدم التسجيل عاليه، وبالتالي الكلام ده بيستغله سموحه في الفاست بريك. يبقى انا كده ضربت حاجتين، زائد ان انا نوع التمرين، ازوع قصدي الاوفنس بتاعي، نوع الهجوم. ما ينفعش كل كوره واخدها في مساحات استغل مساحات اعمل فيك شوت واخش اعمل بنتريشن واعمل كيك اوت، انما ما ينفعش ان انا اخد الكوره قدام المدافع وانا حتى ما اديتوش فينت ولا اي حاجه عشان اعدي او عشان يبعد بعيد عني واروح واخد الكوره طالع شايط. الكلام ده مش يعني بيشتغل مش منظم يعني بالظبط كده، مان السوبرمان يعني. مش عايز اقولها يعني هو بيحابوا ازاي بس مفيش مشكله. دفاع الاهلي اللي قلنا اجريسيف والماتش اب الاهلي بيلعب، ممكن نغير طريقه دفاع ثانيه ولا لا؟ طبعا لازم نغير طريقه الدفاع، يعني لازم الروح تبقى غير كده خالص، يعني لازم نزنق الفرقه اللي قدامنا ما نخليهاش تلعب براحتها. طول ما الفرقه بتلعب براحتها احنا في مشكله، لو قدرنا ان احنا نخليهم نخرجهم عن الكنترول بتاعهم احنا اعتقد ان احنا هنفرق ان شاء الله عنهم. يعني بعدين هم كابتن خالد وكابتن هاني غطوا كل الجوانب، يعني ما اعتقدش ان في حاجه ثانيه ممكن تتقال. لا هنتكلم لسه طبعا، بس انا جماهير الاهلي متفاعله تماما معانا على السوشيال ميديا النهارده، كلهم بيسالوا اسئله كتيره، السوشيال ميديا بتجري بسرعه معايا، بحاول القط اسئله منهم. كابتن هاني، جماهير متفاعله، جماهير جوه ارض الملعب، والجماهير هو الرياضه في مصر او في النادي الاهلي. بنطمن الجماهير، المباراة الباسكت دايما بتولد قلقانين بصراحة. لا لا ما حدش يقلق، عايز اقول لك كلام كتير شكله ازاي. لا لا ما حدش يقلق، يعني ما زال المباراة طويلة، المباراة كرة السلة مش يعني دايما بيحكمها الثواني، يعني احنا النهاردة في مباراة اما تيجي توزع حمل اللعيبة على الماتش كله، لعيب مش متوفق في الكوارتر الأولاني هتلاقيه متوفق في الكوارتر التالت، يعني مش لازم تتوقع ان في حد بيمشي بمستوى واحد طول المباراة، في أداء بيقل أداء بيعلى هتلاقي منهم. يعني النهارده هولمز في الكوارتر الاولاني بدا بدايه موفقه، الكوارتر الثاني ما حطش ولا بونت، وده راجل محترف. ابراهيم الجمال اخذ اكتر من تراي ما توفقش، ولكن دي لعيبه كلها لعيبه متمرسه، يعني لعيبه عندها امكانيات عاليه وتقدر انها في اي لحظه تلاقي العمليه اتعدلت معاها، يعني هيبقى برضو ياخد محاولات وتلاقيه اتعدلت معاها. النهارده احنا بنتكلم بس هي مساله الديفنس، السيطره على الحلقه في الريباوند، يعني حتى كنت بتناقش مع كابتن خالد، وكابتن خالد فوق لما تود اوبراين التغييره بتاعته حصلت ونزل مصطفى الشافعي مكانه، احنا فقدنا ميزه كبيره تحت الحلقه، بقى اصبح سموحه بتاخد محاوله واثنين وثلاثه على الباسكت. بس ده طبعا يعني كابتن طارق لما بيطلع مثلا سنتر فرده زي كده وينزل بدلها حد اقصر شويه فهو بيريح ده
ولسه الماتش فيه وقت طويل، مش محتاج، انا مش مزنوق يعني ما عنديش زنقه، فالنهارده اقدر اتحمل ان انا اعدي الكوارتر ده حتى ولو هم فارق عليا 3 4 بونت مش مشكله. انا بنتكلم النهايات هو الكوارتر الرابع ده اللي بيبقى فيه الثقل بتاع الفرقه موجود، كل واحد بيطلع كل الاسلحه اللي عنده وكل واحد بيحاول جاهدا ان هو يكسب المباراه دي في الشوط الرابع، بس عايز توصل لها للرابع وانت قريب ان شاء الله في 3 4 بونت بس يعني كويس باذن الله. كابتن خالد، مستوى اللياقه البدنيه للنادي الاهلي، كابتن خالد مصطفى قال لي العوده في الفاست بريك مش موافقه، رايك ايه في مستوى اللياقه البدنيه لفريق النادي الاهلي؟ والله يعني انا شايف ان الدروب مش في اللياقه ضغط المباريات مثلا، هو تسرع شويه بس في الاوفنس، ده بيخلي دايما لما بيبقى فيه تسرع بيبقى فيه علامات استفهام وردود افعال اللعيبه اللي معايا ما بتبقاش سريعه. يعني انا ببقى مستني الكره مع فلان سين بدون ذكر اسامي ان المفروض في خطه معينه احنا هنشغلها، ابص الاقي الراجل ده راح واخد الكره ترك راح طلع شاي. رد فعل انا ان انا مستني خطه، وبعدين ان الراجل طلع شاط لا زمايله دخلوا عشان يعملوا سكند شوت ولا اللي مفروض كتاكتيك مين اللي يرجع في الديفنس بالانس رجع، هو ده اللي بيخلي ان الفاست بريك بتاع نادي سموحه اسرع من العوده في الديفنس بالانس بتاع النادي الاهلي. تمام، هنتوكل على الله وان شاء الله النصر النادي الاهلي. اسئله كتيره جدا بتسالها لكن سؤال سريع جدا هرد عليه، نظام الدخول في مباراه سموحه اللي جايه العوده لسه ما نعرفش، اكيد ليه نظام، اكيد لما نعرفه هنعلنه على قناه النادي الاهلي عشان جماهير النادي الاهلي تخش مباراه العوده ان شاء الله في فريق سموحه. خلينا في مباراه النهارده، مباراه الذهاب النهارده باذن الله ربنا يوفق فرقتنا في مباراه النهارده الاهلي وسموحه في الدور الثمانيه بطوله ابطال افريقيا لكره السله. وسريعا الى ارض استاد القاهره صاله 2 وتعليق لزميلي احمد علي. مساء الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي. تنتهي مباراه الاهلي وسموحه بفوز نادي سموحه 91-82 في دور الثمانية لبطولة أفريقية لكرة السلة رجال، ده ماتش الذهاب ولسه ماتش العودة إن شاء الله بإذن الله في نادي سموحة بعد 10 أيام من دلوقتي. بإذن الله نتمنى الخير بإذن الله والتوفيق لفريق النادي الأهلي لتعويض هذا الفارق في المباراة القادمة. كابتن هاني عبد المنعم، عدم توفيق واضح مع فريق النادي الأهلي النهاردة في المباراة. الاول طبعا بنحب نبارك لنادي سموحه، النهارده حضروا الى ملعب الاستاد وهم قاتلوا بشده على عشان يكسبوا المباراه دي، يعني الحقيقه لازم برضو نديهم حقهم، الناس بذلت مجهود كبير جدا وربنا وفقهم. يعني هم الحقيقه في الكوارتر الرابع بالذات ما شاء الله، انا ما شفتش زي كده قبل كده، يعني الناس كانت موفقه جدا 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 في فرقه سموحه، خاصه لعيب زي اشرف ربيع السنتر بتاع سموحه كان موفق بيشوط اي حاجه بتيجي يعني، واشرف من الناس اللي هو عاده ما بيشوطش يعني، بس هو ربنا وفقه ونبارك له ونقول له برافو، يعني حاجه خلاص هو ده وضع الجيم. احنا طبعا بالتاكيد فرقتنا كان عندنا ماشيين لغايه الكوارتر الثالث كنا ماشيين كويس، الكوارتر الرابع كان احنا بدينه عندنا فرق 10 بونت، سموحه عملت 08 رن يعني هو حط 8 بونت واحنا ما حطيناش حاجه، بعديها حطينا باسكت بقينا 4 بونت خلصنا الكوارتر الثالث. دخلنا في الرابع هو الحقيقه الدنيا معاهم فتحت جامد جدا واحنا دفاعيا الفرقه قلت قوي يعني ما قدرناش نوقف مفاتيح اللعب عندهم، زائد ان هم كان عندهم توفيق عالي جدا. تمام، الكوارتر الرابع يا كابتن خالد، كابتن هاني بيقول لك الكوارتر الرابع كان فيه مشكله، والكوارتر الرابع فعلا نتيجه كبيره شويه 38-25 13 بونت فارق في الكوارتر الرابع، نادي سموحه عمل كامباك كويس او راح للمباراه بصوره مختلفه في الشوط الرابع. طيب انا بس يعني احنا من الاول بنبارك لسموحه والكابتن اشرف توفيق طبعا وسموحه على الجيم اللي هم عملوه كويس. انا بس احنا دورنا هنا ان انتوا يعني جايبيننا عشان نحلل صح. طيب. اكيد محدش يزعل مني بقى لا 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 بس لا. عشان خاطر ايه
اكيد ولادنا واكيد كل حاجه. النقط على الحروف شويه. اكيد كابتن خالد الخيط لما هيحلل او كل محللنا اكيد هم نفسهم النادي الاهلي يكسب، اكيد بيقولوا النقط عشان ناخدها في حسباننا، عشان الجماهير نفسها تبقى عارفه الوضع ايه اللي حصل النهارده، عشان المباريات القادمه ان شاء الله باذن الله محللين كبار واكيد بيحبوا النادي الاهلي حب قوي جدا. لكن في الاخر زي ما كابتن خالد قال هو تحليل المباراه، فهنستمع لكابتن خالد بخيت هنشوف يقول ايه عن مباراه النهارده. اتفضل يا كابتن خالد. هنبص كده، نبص للاشواط 24-21 سموح. كويس. ده الكوارتر الاول. ده الكوارتر الاول. الثاني 37-34 سموح. كويس. الكوارتر الثالث 57-53 للاهلي. كويس. وبعدين 91-82. حيل. لما نيجي نبص للكوارتر الثالث ده الاهلي كسب ليه؟ ليه تفوق النادي الاهلي ووصل لفرق 10 بونت ما بينه وما بين نادي سموح؟ هاي. ابتدى يظبط دفاعاته، ابتدى يبقى في تنوع في الهجوم، هنلاقي ان ثلاث ارباع السكور جه عباره عن بنتريشن، دخول على الباسكت واسيست للاعيبه الارتكاز اللي هم اصلا ما لعبوش خالص الشوط الاولاني والثاني. تمام. ولا الشوط الرابع. هم الشوط الثالث لعيبه الارتكاز عندنا أدوا اللي عليهم، هو هم أدوا لأن التنوع في الهجوم خلى مش كل كرة أنا واخدها طلع شيطها. ابتدى في بنتريشن دخول وبعدين أسيست. هنبص نلاقي مثلا واحد زي سيف سمير مثلا جاب ده الكوارتر التالت. اقعد حط الكوارتر التالت ده حضرتك. يعني بص أدي أدي أهو بنتريشن كويس أهو، هي جلت مش أهو، إنما في دخول على الباسكت. تمام. سيف سمير حط حوالي 3 4 بنكات من دخول على الباسكت وبعدين الاسيست. الكلام ده يعني هنبتدي نقول احنا ليه تفوقنا. دفاع جيد، ابتدينا نلعبه 2 3 صريح. وبعدين ده ضيق المسافات. وبعدين الاسيست وتنوع في الهجوم. خلينا رجعنا تاني في الكوارتر الرابع. نفس القصة، أنا واخد الكورة بعد ما طلعت 10 بونت، ابتديت أخد الكورة يعني ولا مرة مثلا اتحسب علينا 24 ثانية للهجمة بتاعتنا. ولا مرة. ولا مرة. أنت لو في الهجمة بتاعتك يعني بص أدي أهو دخول وأسيست. كويس. لو اتحسب علينا، أنا بس عايز أحسب عدد الباصات اللي اتعملت في هجوم النادي الاهلي خلال في الهجوم بتاعه خلال الكوارتر الاول والثاني والثالث. مفيش. ادي مثلا كوره زي دي دريبلايه والراجل وصل للباسكت. تمام. انديفيدوال ديفنس سيء جدا. انا ما بقولش بقى تيم ديفنس، انديفيدوال ديفنس يعني اي واحد بياخد الكوره وبياخد دريبلايه وراح على الباسكت الطريق مفتوح قدامه. الشوط اللي جابه اشرف ربيع اللي اتكلم عليه كابتن هاني عبد المنعم ولا كوره مع دفاع. ولا كوره. هنبص نلاقي فرقه سموحه وهي طالعه تلعب ادي مثلا فاست بريك اهو، مجرد ان هو خد خطوتين بغض النظر انه جلها، الراجل واخد دريبل من نص الملعب لغايه اخر الملعب مفيش حد مقابله وخطوتين وبقى هو الباسكت وجلها ما جابهاش. ادي برضه التسارع تاني. انا بلعب لو بصينا كده للكادر ده هنلاقي 2 على 5 من النادي الاهلي. 2 اوفنسيف النادي الاهلي على 5 فينس، وبرغم كده انا ما احتفظتش بالكوره واستنيت لغايه لما اللعيبه بقيت لعيبتي تيجي ونبتدي نلعب الهجمه بتاعتنا ورحت واخد الكوره وطلع شايط. 2 على 5 يعني ده مجرد بس صوره للي كان بيحصل. الماتش خلص. نوعيه اللعيبه بتاعه الاهلي المحترفين يعني بص ادي اهو 1 on 1. بص بقيه اللعيبه بعيده قد ايه، يعني كل واحد فاتح تمام والزون كله مفتوح، كل واحد مع مانه بره والزون مفتوح للراجل ان هو ياخد الكره ويخش ويلعب جله جله مش مهم. انا بتكلم على فين المساحات الضيقه في الدفاع. مفيش. تمام. خالد كابتن خالد مصطفى، المساحات قلت لي في اول الماتش الروح مهمه جدا، الضغط على الخصم كان مهم جدا، اتعمل الكلام ده الشوط الثالث، بس من وجهه نظرك الشوط الاولاني والثالث والرابع القصور فين اللي عمل الفارق لنادي سموحه؟ سيبك ان طبعا اكيد بنبارك نادي سموحه واكيد بنقول ان نادي سموحه كان متالق في المباراه، لكن من وجهه نظري كان في عدم توفيق شويه بالنسبه للعيبه النادي الاهلي. اتفضل. طبعا يعني مبروك لنادي سموحه طبعا كابتن اشرف توفيق، يعني واضح ان هو عامل مجهود واضح يعني الحقيقه المجهود بتاعه باين مع الفريق. نسبتهم عاليه جدا في التصويب، يعني تقترب من 100% في الكوارتر الرابع، يعني ما جالوش ولا كوره، وده تدريب يعني هم متمرنين كويس واضح يعني.
النادي الاهلي عنده مشكله ان هو زي ما قلت قبل كده الاجريشن بتاعه او يعني ماسكه اللعيبه يعني في ارتخاء شويه كويس، فده بخلي لعيبه سموحه بتلعب براحتها يعني طالما لعب براحته خلاص هو هيعرف يلعب عليك زي ما انت عايز. اعتقد يعني البليف بتاع في سموحه كان عندهم يقين ان هم هيكسبوا الجيم ده، كان عندهم يقين انا متاكد يعني، لان هم واضح ان هم من عدم تجليه الكوره اللي لعبوها ومن حماسهم ومن رد فعلهم في كل فاست بريك بيحصل، لا ده في يقين ان هم هيكسبوا الماتش. الاهلي ما كانش عنده نفس اليقين ده. Anyways يعني ده يعتبر الشوط الاولاني في البطوله، اكيد ده الشوط الاولاني، لكن لازم نطلع على الاخطاء او نقول ايه اللي حصل في المباراه بالظبط النهارده. يعني كابتن خالد الفاست بريك ما بنلمش على الفاست بريك النهارده من فريق الاهلي. هو انت عشان تعمل فاست بريك فانت لازم اول حاجه ان الكوره ما تجيش، او ان انا متعود ان اول ما الكوره تخش الباسكت اروح واخد خطوه بسرعه طالع بره الملعب ونطلع الكوره والناس بتجري. انت مساحات الديفنس بتاعتك كانت صغيره جدا، كان قصدي كانت مساحات كبيره واسعه، فهم كانوا بيخلصوا فاست بريك، فانت هتخلص فاست بريك وتطلع فاست بريك دي عايزه زي الهاندبول كده لما بنتفرج في كاس العالم ان مش عارف كان مصر بتلعب المانيا ولا مين، مصر بتجيب جون قبل منتخب مصر ما يرجع النرويج تبص لها تردد فينا احنا فاست بريك كويس. هي الموضوع ده عايز تدريب كتير. بغض النظر انا بس يعني ايه عشان الناس، انا ببين حقائق، انا عايز اكسب 9 بونت دلوقتي الفرق، وعندي الراوند الثاني لسه هنروح للراوند الثاني في الجزء الثاني من الحلقه، لكن خليها في الراوند الاولاني عشان نروح للراوند الثاني. انا دلوقتي كفاست بريك لازم يبقى دفاعي اقوى من كده، لازم تبقى المساحات اكتر من كده، علشان الفاست بريك ما بيجيش غير لما الكوره تتجلى. تمام. زائد بوكس اوت كويس، زائد ان الناس تجري. المساحات كانت واسعه، الكور اللي جالت من نادي سموحه كانت قليله، وفي نفس الوقت ان يعني ايه التشالنج اللي جوايا علشان خاطر انا اطلع فاست بريك واجيب باسكت سهل، ما يعني اللعيبه ما يعني نايمه شويه، مش عارف يعني انا صريح شويه بس لا خالص اللعيبه بتاعتنا النهارده ما كانتش موفقه، اللعيبه كانت مريحه، ما كانوش جايز يكون كان في ضغط عصبي عليهم شويه، لكن اكيد عندنا الراوند تاني والراوند تاني هو المهم. لكن خلينا نسال كابتن هاني عبد المنعم سؤال مهم، 3 بوينت هي لعبه كره السله وهي سرعه كره السله في 3 بوينت اللي هم يقدروا يحط 3 بوينت فيعوضوا الفارق. كابتن هاني عبد المنعم ما شفناش نجومنا النهارده في النادي الاهلي في 3 بوينت، ما كانوش واضحين في الملعب النهارده. بص كابتن خالد، طبعا احنا الميزه في البطولات الافريقيه ان احنا بنلاقي الاحصائيات نقدر نتكلم منها، لعبه كره السله هي لعبه رقميه من المقام الاول. اما نراجع الارقام على الاحصائيات اللي موجوده النهارده هنلاقي ان فريق سموحه ادى بشكل افضل، يعني في الفيلد جولز هو عنده نسبه 48 او يعني تقريبا 49% اللي هي تسجيل من ان هو بيعمل بنتريشن، واحد رايح على الباسكت لواحد يعني بيحاول محاوله على الباسكت هو نسبته 48%، احنا نسبتنا 38%. هو المعدل الطبيعي، معلش لازم اساله لك، المعدل الطبيعي بنتكلم في كام تقريبا عشان الفرقه تقدر تفوز بالمباراه؟ هل بنتكلم من 50%؟ في حدود ال 50%، عن قرب ال 50%، عن قرب في يعني فوق 45 رايز، اللي انت بتروح تروح تحط سلم تحت الحلقه سنتر بيلف وبيلعب على الباسكت، الحاجات دي المفروض النسبه تكون فيها 50-50، يعني بمعنى ان انت انا بلعبك 1 اون 1 مان تو مان راجل لراجل، انا المفروض نسبتي تبقى 50%. تمام، دي النسبه المعقوله. هو النهارده سموحه حقق الكلام ده، يعني هو في ال 2 بوينتس محقق نسبه تقريبا 54%، انت عامل 47%. كويس. 3 بونت هو النهارده برده محقق 35% which is normal average، يعني ده هو نسبته ال 35% ده الطبيعي بتاعه، انت نسبتك 23%. ف 23% ده صوت نسبه واطيه جدا، يعني المفروض 7-8% اللي بنتكلم فيهم او ال 10-12% اللي هو بنتكلم فيهم دول ده رقم كبير. كويس. احنا حتى في الفري ثروز او الرميات الحره
المباشره اللي هي ما فيش فيها ادفنس، احنا نسبتنا 65% وهو نسبته 70%. فبالتالي هو ارقامه كلها احسن مننا النهارده، اعلى مننا توفيقا هو احسن. اما نبص لشكل الجيم هنلاقي هو لعبته اللي احنا قلناه في الاول، احنا الجيم ده في ايد الاجانب. احنا الحقيقه ما اقدرش اقول ان احنا ما عملناش ديفنس كويس على جيمس جاستس جونيور اللي هو البوينت جارد بتاعهم. هو النهارده محقق 18 بونت، حاطط 18 بونت بس لعب 40 دقيقه سك، يعني ما غيرش ولا ثانيه. هو الراجل لعب 40 دقيقه، فانت برضو ما زلت اللعيب الوحيد على ارض الملعب اللي لعب 40 دقيقه. انت برضو عملت عليه ديفنس، يعني احنا لعبنا 3 كوارترات يا جماعه كويس. حصل عندنا اخفاق ودروب في كوارتر واحد بس من الكوارترات اللي هو الرابع. نبص اللي هو عنده اكتر واحد توفق اللي هو ادامو ساكا اللعيب النيجيري، عنده حط 26 بونت اللي هو بيلعب بوزيشن 4 اللي هو الفرده الخفيفه اللي بتلف على الباسكت. شوط النهارده من 3 بونت جاب، لعب تحت الباسكت كتير، خد ريباوند كتير، نسبه في الريباوند احنا نسبنا احسن في الريباوند. احنا في المقابل برضو عندنا تود اوبراين الحقيقه مان اوف ذا ماتش النهارده، راجل اللي عمل كل الجهد اللي مطلوب منه، حاطط 26 بونت، لعب 32 دقيقه، عامل 11 ريباوند. الراجل كل ارقامه في المعقول، يعني نسبته في الفيلد جولز 52%، 2 بوينت 52%، ما شاطش 3 بونت مش شغلته، حط 66%. هو بيتكلم في ميديوم شوت، الميديوم شوت بتاعته هو محقق النسب الارقام اللي انا اقدر احاسبه عليها كلاعب. الحاجه الوحيده اللي انا اعتبها عليه اللي هي نسبته في الفاول شوت 66%، ده المفروض بالنسبه له كلاعب محترف المفروض يبقى نسبه 90 95، المفروض 100%، اقل حاجه 90%، اقل حاجه 90%. تمام. في لعيبه النهارده ما اشتركتش على ارض الملعب، حد يعني طارق الغنام. طارق الغنام ده لعيب قوي جدا تحت الباسكت، بيقدر يعمل ريباوند كويس، بيقدر يلم تحت السلتين اذا كان دفاعا او هجوما. مودي الجرحي ومشعل ثلاثة ما لعبوش معاهم جوه التشكيل، شايف الموضوع ده ازاي؟ يعني ممكن يكون الكابتن طارق يعني كان هم ما دخلهمش في الجيم من اوله، فحس ان هم ممكن يكونوا اوت اوف مود شويه بتاع الجيم. اعتمد بشكل اكتر على تشكيل قليل في المباراه، يعني التغييرات اللي عملها كانت قليله جدا. طارق الغنام كان طبعا كان ممكن يبقى فرق كبير في الجيم، اعتقد ان كان حل من حلول النهارده في ارض الملعب بالذات تحت الباسكت عندنا بالظبط. حتى كمان في اخر كوارتر اللي هو الكوارتر اللي كان مهم، كان محتاج اعتقد دم جديد في الملعب، لاني ممكن يكون الخمسه اللي كانوا موجودين في الملعب هبطوا شويه في الكوارتر الاخراني، وكانت الروح عند فرقه سموحه كانت اعلى. فكان محتاجه تجدد شويه الدم اللي موجود في الملعب بحيث انك تبس نوع من الروح جديده جوه الملعب تقدر تعوض بيها الفرق، وده بيحصل في ماتشات كتير ان انت بتطلع تشكيل الاساسي وبتنزل تشكيل البنش عشان خاطر يديلك يعمل روح جديده في الملعب. ووقت لما خلاص بترجع للجيم تاني ممكن ترجع تنزل اللعيبه الاساسيين تاني. طبعا ده ما يقولش ان طارق كابتن طارق غنام لعيب مش اساسي، لكن هو ممكن يكون عشان ما اشتركش من اول الجيم فكان اوت اوف مود شويه. النهارده لو شفنا خالد احمد مصطفى او احمد فرج عفوا من نادي سموحه صانع العاب صريح، بيلعب صانع العاب صريح وبيقدر يشغل فرقته، مودي الجرحي عدته على الدكه ما كانش برضه موجود كصانع العاب صريح جوه الملعب، شايفها ازاي؟ الاهلي يعني غالبا ما لعبش بصانع العاب، ما عندوش يعني الجيم بتاع النهارده ما كانش فيه فكره، مش محتاج صانع العاب يعني محتاج بس هو ما لعبش. معلش اعذروني بس انا بسالك، انا اسال وانت لازم يكون محتاج صانع العاب، من غير صانع العاب ما نلعبش. اتفضل يا خالد. جمال فعلا يعني جمال كان واخد الدور ده في الكورتر التالت كابتن هاني، ولعب كام كره حلوين وابتدى يخش بنتريشن وبعد كده وقف، حصل له زي كده هنك في الاخر. هو تشغيله الفرقه ما جالتش النهارده. يعني جمال عندي مشكله كابتن خالد خبيخيت، النهارده ابراهيم الجمال نجم من نجوم النادي الاهلي، بس حتى على السوشيال ميديا كلهم باعتين ان هو مش في مستواه، يعني فعلا بره مستواه النهارده، شايف الموضوع ازاي؟ هو طبعا ابراهيم الجمال عشان هو راجل نجم من نجوم النادي الاهلي فبيبقى عليه بريشر كتير قوي، وهو جاب ماتشات وجاب قبل كده كتير للنادي الاهلي، فبقى اسمه مقرون ان لما نحب نكسب لازم يبقى ابراهيم الجمال ليه دور كبير في الكلام ده. ده بيحمله لود نفسي عالي. مع ان انا لسه راجع من اصابه او في فتره بيبقى فيها عدم توفيق، لما مستواي بينزل شويه وما بقاش متوفق برجع تاني اللود النفسي ده بيبقى اعلى عليا وبحط بريشر عليا. في الوقت ده لازم زمايله يساعدوا، يعني لازم في الوقت ده لا انا فلان الفلاني ابراهيم الجمال، طب خلاص هو النهارده مثلا مش متوفق، طب خلاص انا ممكن انا كابراهيم الجمال انا هشتغل على الفاست بريك،
طيب انا هستنى وهباصت زمايلي واحاول اعمل اسيست زي الكره اللي عاملها مثلا دي دلوقتي. ان انا هعمل همشي انا الجيم كبلاي ميكر وامشي زمايلي. بس الكلام ده لازم بقيه الناس تساعده. يعني انا يعني برضو زي ما اتكلمنا في الاول ان لازم الناس كلها تساعد. مفيش يعني انا ضد مبدا حسيت النهارده في ارض الملعب ان مفيش مساعده بين اللعيبه على ارض الملعب بالظبط كده. أو كل واحد في جزر منعزله. انا مثلا دلوقتي هبص لان لو حسبنا السكور لما يجي يتحسب هبص نلاقي مثلا ان هو متوزع ما بين تود اوبراين وما بين بيلو وما بين هولمز ومعتمدين احنا نازلين معتمدين عليهم. صح. الجمال في عدم توفيقه والبريشر النفسي اللي عليه فهو قام بدوره. حتى الراجل ما هوش صنع العاب اهو بيلعب صنع العاب. فين بقيه الناس؟ بس ده كوارتر الثالث اللي هو الكوارتر الاهلي لعبه كويس بصراحه. انا بتكلم في ان انا بلعب قلنا اي كوارتر ثاني لو سمحت ان انا بلعب في بوزيشن مش بتاعي. يعني صنع الالعاب ده لازم يبقى كنترولر على الكوره واروح واجي لا ده انا ببقى المدرب الثاني في الملعب. يعني هو القائد بتاع الملعب بالظبط. انا دلوقتي المدرب لو ما قاليش انا بلعب ليه انا اللي بقول انا هلعب ايه. وبعمل كنترول على الكوره بتاعتي ما حدش يحط عليا بريشر فانا هتسرع واروح مطلع الكوره وانادي الخطه والخطه تمشي. الكلام ده في دور لازم يعمله ابو النصر، لازم يعمله حاتم، لازم يعمله سيف سمير. سيف سمير كويس النهارده بس انا عايزه يستلم بظهره ويلعب. انا عايزه يبقى على الميديوم شوت ويشوط. مش كويس قوي اللي هو عمله ان في البنتريشن ان هو قطع على الباسكت واستلم وحط دنكات. انا عايز ان هو لما يبقى موجود في الميديوم شوت ان انا ابتدي العب، ان انا افضي زمايلي. كل واحد لازم يبقى ليه ميزه في الملعب يستغلها. مش مجرد ان انا خطه بمشيها علشان خاطر اجي في الاخر يلعب هولمز او يلعب تود اوبراين او يلعب بيلو. التنويع الهجوم ده مهم جدا جدا. ومش هتكلم بقى فيه غير لما نيجي ننقل على الكلام في الطلعة الجاية. كابتن هاني صراحة كده النهاردة شفت الأمريكي أوداما ساكا من فريق نادي سموحة قوي جدا، بيعمل ريباوند قوي جدا، ماسك الحلقتين دايما. الجملة الشهيرة بتاعت الخال بخيت يقول لك ماسك الحلقة. شفته زي النهارده في أنا بس بلعب. انا هستاذنك انا عايز ارجع بس لابراهيم الجمال. يعني انا عايز ارجع برضو للاحصائيه النهارده. ابراهيم الجمال لما نيجي نبص لارقامه هنلاقي انه عمل 9 محاولات على الباسكت، اتوفق في 3 اللي هي الفيلد جولز. حط 9 محاولات كويس. الثلاثه بونت شوت 7 كور جاب 2. نبص بقى لريجينالد هولمز اللي احنا اصلا المفروض راجل محترف، يعني ده اللي المفروض انا حاسبه النهارده. عمل 12 محاوله اتوفق في 2، يعني خد الكوره راح بيها على الباسكت 12 مره اتوفق في 2 بس. دي نسبه سيئه جدا بالنسبه للشوط البارامتر. شاط 4 مرات جاب مره واحده. دي نسبة تعبانة جدا. نيجي للثلاثة بونت شوت 8 كور جاب واحدة. ده راجل بروفيشنال، يعني ده اللي المفروض نقف عنده بالنسبة لأداء النادي الأهلي. كذلك إبراهيم الجمال النهارده الكابتن طارق خيري بالتأكيد هيقعد على هذه الإحصائية يعرف اللي حصل الدنيا اللي فيها إيه. هيشوف أوجه القصور كانت فين النهارده. أنا شايف في لعيبة أدت بشكل جيد جدا والتزمت بأماكنها، مفيش استعجال. شايف ان بعض اللعيبه بتستعجل. يعني ايه بتستعجل؟ يعني هيز فورسينج ذا شوت، يعني الراجل ما عنديش شوطه بس بطلع شوطها. هي دي اللي بتفرق النهارده او بتبوظ لي ارقامي النهارده. المفروض اللي طلع في مكانه سهل ولف على الحلقه وبص وشاط جاب وسجل. اللي بيستعجل وتحت ضغط والراجل الديفنس طالع عليه ومش في وقته انه يشوط وبياخد الشوطه برضه، ده اللي بيخلي الدنيا تهرب. نبص الناحية التانية، الراجل أوساكا اللي عندهم أوجستين أوساكا ده برضو لعب جيم كويس جدا. هو لا ده أوكشون، ثانية واحدة،
اللي حاطط اللي هو ساكا حاطط 26. طب خلينا بس نقول للناس احنا متواصلين معاكم, كل جماهير النادي الاهلي متواصلين على السوشيال ميديا, وهقرا حاجات سريعه دلوقتي لغايه ما كابتن هاني يشوف هيقول ايه حالا. يعني على الاهلي ايجيبت تي في على السوشيال ميديا على الفيسبوك الناس بيشكروا المحللين اللي قاعدين النهارده علشان بيقولوا الحقيقه. احنا فعلا موجودين هنا, النادي الاهلي طول عمره واضح جدا قدام جماهيره, ما يقدرش بيخبيش حاجه, محللنا بيحللوا الكلام المظبوط جوه ارض الملعب. احنا اكيد كلنا بنعشق ونحب النادي الاهلي, لكن اكيد في تحليلنا اكيد هيكون تحليل منطقي للامور النهارده عشان نشوف المباراه الجايه اللي هي الاهم. اتفضل يا كابتن هاني. اما نبص لاداء ساكا, هو حاطط 26 بونت. 26 بونت ده يعني تقريبا ربع السكور بتاع الفرقه, يعني الراجل قايم ولعب 33 دقيقه, عمل 21 محاوله حط منهم 10, يعني نسبته جايه في ال 50%, يعني 47 او 48% ودي النسبه الطبيعيه. ال 2 بوينت اللي هي ميديوم شوتس, شايط الراجل 16 جايب 9, ودي محاولات كثيره يعني 16 مره اخذ الكوره وشاطها جاب منها 9, يعني نسبته 56%. فدي برضو النسبه المعقوله, لما بقول لك عليها نسبه معقوله, انت في مره هتجيب ومره مش هتجيب, يعني مش لازم كل مره كله هتاخدها هتحطها, دي موضوع صعب جدا, ولا اعلى واحد في العالم بيعمل كده. فاحنا دي في الام بي اي ولا في الام بي اي مش موجود الكلام ده. نسبته في الثلاثه بونت تعبانه, هو شاط 5 مرات جاب مره واحده. ده الفري ثروز بتاعته برضو 62.5%, يعني برضو نسبه, انما هي كسره تداوله للكوره هي اللي رفعت السكور بتاعه. بعد كده اداء هم زي ما احنا قلنا هي هتبقى في ايد الاجانب اللي عندهم. فهو ده احسن واحد, اميز واحد فيهم النهارده. يجي وراه جيمس جاستس جونيور حط 18 بونت. يجي وراهم اشرف ربيع حاطط 11 بونت. ليه كابتن خالد متفاجئين بيه, مع احترامنا الكامل لكابتن اشرف ربيع, متفاجئين بيه النهارده؟ اشرف ربيع من نادي سموحه عمل جيم مختلف. الراجل اشتغل على نفسه, يعني واضح اشتغل. جدا يعني بما لا شك يعني ان الراجل اشتغل وتعب واتمرن الفتره اللي فاتت وضغط على نفسه كويس, فابتدى خلاص نسبته تبقى عاليه. يعني انا شايف ان احنا عندنا في الفرقه بتاعتنا الناس مش يعني انديفيديوالي بصراحه, يعني عشان ما بقاش صراحه طبعا ما بيتمرنوش كويس. يعني النسب بتاعت الشوتينج والنسب بتاعت الحاجات دي كلها بتقول ان دي ناس بص هختلف معاك في عدم التمرين, لكن هقول ان في ضغط مباريات. يعني حتى كل السوشيال ميديا بتقولي ما تقولش الضغط, ما تقولش الضغط العصبي, لكن انا بختلف معاك. انا كنت لعيب وكلنا كنا لعيبه, اكيد فعلا في ضغط عصبي على اللاعبين معين, بالذات ان هو لسه كمان خسران بطوله وعايز يعوض النهارده ويقول ناس انا موجود. اكيد الموضوع ده دي حقيقه كابتن خالد, بس انا بتكلم على نقطه صغيره كده اللي هو الانديفيديوال, اللي هو التمرين الفردي, ان هو انزل الصبح اتمرن كل يوم اشوط مثلا ساعتين لوحدي, دي بتفرق جدا في النسبه, حتى لو انا تعبان, حتى لو انا مضغوط. واعتقد يعني الكباتن بتوعي يتفقوا معايا في الحته دي, يعني ده اللي بيفرق لعيب عن لعيب. اشرف ربيع اكيد كل يوم بينزل يتمرن لوحده. انا اسف ربيع بحبه جدا على فكره, يعني انا مش قصدي اقل اي حاجه مع اشرف ربيع, اكيد اشرف ربيع راجل خبره كبيره جدا, ولكن مش مكانه. يعني بمعنى اشرف ربيع طريقه لعبه تحت الباسكت, يعني الراجل بيستلم بظهره ويلعب على الحلقه. انا بنتكلم النهارده انه شاط ميديوم كتير. اشرف ربيع ده من اللعيبه الممتازه جدا, يعني من الناس اللي هي كانت لعيبه في منتخب القومي, مش لعيب, لعيبه ممتازين, لا لعيب كويس يعني. انا مش باقل منه عشان ما حدش, لان انا بحبه جدا على فكره. جماعه فريق سموحه كلها بالمدير الفني بكل الناس ادوا عليهم, بنبارك لهم مره ثانيه وهنبارك لهم مره ثالثه على المباراه الجميلة والرائعة اللي عملوها النهاردة. لكن احنا بنتكلم على فرقة النادي الاهلي وهي الاهم بالنسبة لنا النهاردة. كابتن خالد, شفت اتنين مديرين فنيين النهاردة من وجهة نظرك ازاي بصراحة؟ والله انا شايف ان الاتنين عملوا كل ما فرصاهم علشان خاطر يكسبوا الماتش. كابتن اشرف توفيق وبخبرته الكبيرة لقى الجيم ماشي معاه, ما حاولش يغير حاجه, يعني هو فضل مان تو مان من اول الماتش, هو بيلعب المان تو مان بتاعه, بيعتمد على جاستس واوجستين ومش اوجستين سوري وساكا, وفضل يخليهم برضو في الملعب, زائد احمد عزب عامل ماتش كويس قوي, زائد سرحان عاملين, زائد اشرف ربيع. اللي متوفق بيسيبه في الملعب وبيتعب, بيحاول ان هو يريحه, فهو
الشغل بتاع ان انا كسبان والدنيا ماشيه معايا انا فضلت محافظ على الكلام ده لغايه الاخر. هنروح لطارق خيري. طارق خيري بصراحه عمل في الكوارتر الثالث حاجه جميله جدا. وانا متاكد ان العيار تسرح يعني معلش يعني ان هو غير دفاعه يعني كان الاول زون ماتش اب زون ودي فيها شويه اللعيب بيركز انا المفروض دلوقتي ابقى فين اكتر من ان انا ماسك الراجل بتاعي مظبوط ولا لا، انا مسيطر عليه ولا لا، ده الكوره هنا انا المفروض اروح في الحته الفلانيه. لما لاعب زون 2 3 المساحات اتضاقت ما بين الدفاع وبالتالي قدر ان هو يطلع 10 بونت، زائد التغيير في الهجوم ان هو ابتدى يبقى فيه بنتريشن واسيست. ولا اصل الاسيست ده بيجي ايه؟ انا داخل بنتريشن على الباسكت، المدافع جه عليا ببدل البيفوت زميلي، لو ما جاش انا بحط باسكت. فالكلام ده عملوا جون في الكوارتر وطلعت 10 بونت. جون في الكوارتر الرابع رجعت ريما لعادتها القديمه تاني، انا فاتح الملعب، انا مش عارف فاتح الملعب ليه، المفروض ان انا بعمل بريشر على الكوره والباقي بيحصل روتيشن علشان لو في حاله البنتريشن ان انا ساعد. انما اللي حصل كالاتي، ان حتى الراجل لما كان بيستلم على الهاي بوست ما فيش حد مغطيه، وما بينه وما بين المسافه المدافع بتاعه فرق كبير، والراجل بيطلع بيشوط راحته. لما نبص نلاقي ان ثلاث ارباع الشوتنج بتاع او يمكن كله بتاع نادي سموحه، ان ما فيش ولا لعيب من النادي الاهلي عمل كونتست للشوطه دي على الاقل عشان يضايق الراجل اللي طلع يشوط، علشان يعلي الارش، علشان خاطر ما يرضاش يشوط ان هو يبصيها، الكلام ده ما حصلش. فطارق خيري عمل، غير، نجح، حصل. انما بعد كده انت ما تقدرش تسيطر على اللعيب في الملعب. يعني انت في وقت من الاوقات انت لازم اللعيب يبقى هو كوتش نفسه. انا مفروض متمرن كويس قوي ان الكره في مع الراجل ده واحد بيحط عليه بريشر والباقي بيبقى هلب. انا افتح ليه؟ ما هو انت مش هتمنع الباص، انت كل اللي ما بتفتح هنلاقي كره حصل فيها بنتريشن، كل واحد بره يعني اللي واقف 3 بونت من المسموحه في 3 بونت، المدافع بتاعه بتاع النادي الاهلي لازق له في ال 3 بونت، قافل معاه تمام. طب ليه؟ انا المفروض ان انا انزل تلم اساعد الكلام ده. تمام. فانا شايف ان المدربين الـ2 مدربين عملوا اللي عليهم، شويه تركيز بس من لعيبه النادي الاهلي. الكلام اللي قال عليه كابتن خالد مصطفى بصراحه 10 على 10. انا مفروض ان انا كلعيب انا مش جاي عشان اتمرن خطط يعني معلش اي مدرب في الدنيا انا محجوز لي في النادي الاهلي في الصاله ساعه ونص تمرين او ساعتين تمرين، انا هشغلهم على الشغل بتاعي بتاع التيم ديفنس او التيم اوفنس. كويس. انا بقى كلعيب زياده على ده مفروض ان انا بنزل ماتش ما توفقتش في ايه، باجي تاني يوم انا راجل محترف ابتدي انا هشوط اجيب يعني في ساعات مثلا زمان كنا بنجيب عامل الاوضه ولا العامل بتاع الملعب تعالى اقف ارفع ايدك حط ايدك في وشي وتطلع تشوط عشان تقدر تشوط. ما هو بالظبط انت لازم تساعد نفسك يعني. اكيد لازم نساعد نفسنا، بس انا برضو هختلف تماما مع كل الناس. انا كنت لعيب على ارض الملعب وعارف الكلام ده كويس. صدقوني لعيب لسه خسران من 5 ايام بطوله لما بينزل لارض الملعب مره ثانيه والله بجد بيحصل عنده دروب نفسي. صدقوني انا بتكلم بامانه شديده، انا اهم حاجه عندي النادي الاهلي يكسب، واهم حاجه لعيبه النادي الاهلي تكون موفقه جدا، لكن من واقع تجربه بيكون عنده ضغط عصبي معين ياثر عليه في المباراه حتى لو كانت وراه جماهير بياثر عليه. خلينا نخرج لفاصل ونرجع للجزء الاخير في الاستديو تحليل. اهلا بيكم في الفقره الاخيره معانا النهارده في الاستوديو التحليلي. تفاعلوا معانا جماهير النادي الاهلي على مواقع التواصل الاجتماعي على السوشيال ميديا الاهلي ايجيبت تي في في السوشيال ميديا قناه الاهلي. هنقرا كل حاجه وهنعلق معاكم مع محللنا على مباراه الاهلي وسموحه في دور الثمانيه البطوله الافريقيه لكره السله. كابتن هاني يعني التفاعلات كتيره والكلام كتير، يعني الجماهير متضايقه جدا جدا وفي تفاعل معين، يعني الناس زعلانه جدا على السوشيال ميديا. من حق الناس تزعل، احنا اهلاويه ما بنحبش غير المكسب. يعني النادي الاهلي نادي بطوله، نادي
ما بنعرفش غير ندور على ان احنا نكون بنكسب. في معطيات عاده بقى بتخش في المنظومه دي، يعني برضو ما نحملش الناس فوق طاقتها. يعني احنا عندنا النهارده يعني يمكن من ماتش الكاس زي ما انت قلت يا كابتن خالد، وانا متفق معاك جدا في هذه النقطه، ان اللعيبه اصلا عندها اثر نفسي ناتج من خساره الكاس، لان الكاس كان قاب قوسين او ادنى ان النادي الاهلي حقق ثاني بطوله له هذا الموسم. خسرها بفرق بونت بعد اكسترا تايم، برده كان في شويه يعني ضغوطات، برده الولاد مجروحه شويه، برده قلنا احنا البطوله الافريقيه ما زالت في الملعب، احنا مش بره، لسه عندنا ماتش ريتيرن هيبقى ملعوب في اسكندريه. انا وجهه نظري يعني متواضعه، اتمنى ان جمهور النادي الاهلي يبقى واقف مع فرقه النادي الاهلي. احنا بنقف مع فرقنا في الخساره قبل المكسب، يعني احنا بندعم فرقنا في الخساره قبل المكسب، لان مفيش تقصير. واحنا هنا حتى كاستوديو تحليلي من ولاد النادي الاهلي السابقين، عمرنا ما هنسكت على تقصير. لو لقينا حد من الناس بيقصر اكيد هنوضح ونقول ان ده قصر، انما مش شايفين في تقصير، في عدم توفيق. في فرق كبير بين التقصير وعدم التوفيق، يعني في فرق ان انا اجي واحاول وما توفقش، وفي فرق ان انا اكون مقصر. انما النهارده الولاد والجهاز الفني الحقيقه، يمكن فيها احد الاصدقاء بعت لي، يمكن اسامه دعبس بعت لي بيسالني مستوى الاداء الفني للاثنين مدربين. انا شايف الاثنين مدربين اجتهدوا، لعبوا جيم كويس جدا. يمكن الاهلي لغايه الكوارتر الثالث كان متوفق وقادر يمشي الجيم زي ما قلنا لنقطه محدده. الكوارتر الرابع زاد توفيق بتاع نادي سموحه. الحاجه الوحيده اللي لازم نوجه ليها ان الدفاع بتاع نادي سموحه كان دفاع قوي جدا، وقدر انه يوقف النادي الاهلي ويقلل نسبه. النادي الاهلي في المقابل لما برضو كان في شويه الاستعجال اللي اتكلمنا عليهم الصغيرين دول وعدم التوفيق، انما هم حاولوا يعني عمل المحاوله بس ما توفقش. تمام. سعد محمد بيقول تحيه لفريق سموحه، عاجبني جدا ان جماهير النادي الاهلي بتحيي برضو فريق سموحه على السوشيال ميديا، بس بيقول الصراحه لعيبه لعبوا بروح الفانيلا الحمراء. رايك يا كابتن خالد؟ والله طبعا شابول لنادي سموحه، روح بتاعتهم عاليه جدا. وبس انا عايز اقول برضه ان روح اللعيبه النادي الاهلي، يمكن لو لاحظنا في الثلاث ماتشات اللي فاتوا اللي فاز فيهم النادي الاهلي على نادي سموحه، ان سموحه كان بيبقى متقدم بفرق من نقط ما هوش قليل، وروح النادي الاهلي وروح لعيبته بتيجي. بس انت كابتن خالد قلت حاجه مهمه جدا، ان اللعيب دايما بعد اول خساره لبطوله بيبقى نفسيته، ودي حاجه معلش الجمهور يسامحنا فيها وما يركزش عليها، لا اللعيبه بتنزل واللعيبه روحها بتنزل ونفسيتها بتتعب بسبب اول جيم بعد الخساره، وخصوصا الخساره ببطوله. انت ما خسرتش ماتش عادي، انت خسرت بطوله. بس انا متاكد بقى ان شاء الله من ان الماتش الجاي هيبقى فيه استنفار عالي جدا لروح النادي الاهلي، لان دي روح النادي الاهلي ان انا بحس ان انا لا انا مش في حمل ان انا اخسر بطوله ثانيه او ان انا اخرج من بطوله ثانيه، ويبتدي المستوى الطبيعي بتاعهم يرجع تاني. انا كل اللي طالبه من لعيبه النادي الاهلي الانديفيدوال ديفنس، وان انا احنا ليه بنقول ان دفاع سموحه كان قوي؟ لان النادي الاهلي ما كانش بيمشي ال 24 ثانيه او ال 14 ثانيه في الفرنت كورت بتاعك، ما بيلعبش التايم بتاعه مكتمل. انا دلوقتي لما اجي ابتدي اخلص الهجمه بتاعتي من بكايه او مثلا باصه وسكرين وداون سكرين عشان واحد يطلع يشوط، اللي طلع الشوط ده ما لقاش الكره، ما لقاش فاضي او حتى فاضي يروح واخد الكره شايط او محاول ال1 اون 1 ويروح داخل الكلام ده، طب ما هو بيسهل مهمه الدفاع سموح. انما لما انا امشي الكره بتاعتي ال 14 ثانيه او مده الهجمه بتاعتي، الدفاع من كتر ما هو بيتحرك لازم لعيب هيغلط، لازم لعيب او بعد كده انت بتريحه عشان في الكوارتر التالت والرابع لا انت مريح الفرقه بتاعه سموحه في دفاعها، لا انا لازم امشي الكوره وابتدي العب على الاوبشن اللي هو بيبقى فاضي فعلا. الكلام ده انا برجوه من لعيبه النادي الاهلي انها ما تسرعش وانها تمشي الخطه بتاعتها، وان كل اللعيبه اللي موجودين في الملعب لعيبه على مستوى عالي، فاي واحد فيهم يقدر ان هو يخلص طالما في اوبشن واضح وصريح، مش بعمل فورس للهجمه بتاعتي او للشوطه بتاعتي. تمام. زائد الانديفيدوال ديفنس ان انا لازم ابقى انا عامل كونتين للراجل بتاعي، انا مسيطر عليه. مش ان هو ياخد دربلايه الاقيه عدى مني، الكلام ده هيساعد كتير قوي النادي الاهلي، وتسعة بونت
ولا حاجه علشان خاطر ان احنا نقدر نعوضهم، وباذن الله يكون رجع رامي جنيدي واحمد السلعاوي، وان شاء الله ان ربنا يوفقهم باذن الله. طيب كابتن هاني، محمود هادي بكاتب الفريق في تراجع منذ مباراه الزمالك واكتملت في نهائي الكاس، لابد من مراجعه المدير الفني، رايك ايه؟ لا الحقيقه ما تظلمش المدير الفني، يعني المدير الفني بقى ما هو طلب، هو طلب مراجعه المدير الفني. احنا يعني بنراجعه في 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 يعني انا مش مع مراجعه المديرين الفنيين في في في, في احنا بن بن بندي نصايح بس فقط لغير، انما ما بنرجعش مديرين فنيين. مديرين فنيين هم اللي مسؤولين مسؤوليه كامله، هو ادرى واحد بفرقته، يعني هو اللي النهارده عارف مين عنده زكام ومين عنده برد ومين رجله عنده سبين انكل ومين النهارده، يعني هو المدير الفني ده بيبقى عنده كل العناصر مكتمله، فبناء عليه بياخد قرارات. احنا بنجتهد، يعني احنا ما عندناش معطيات كامله عشان نقدر نحكم على الصوره بشكل كامل، انما احنا بنشوف من خلال الاداء جوه الملعب بنلاقي ان كان في اداء خططي كويس، ان كان في استراتيجيه من موزع الحمل على الجيم على الاربع اشواط اللي موجودين، في لعيبه في ليهم روتيشن محدد جوه اللعيبه، يعني في تغييرات بتتم علشان يتعامل دفاعيا مع عناصر الفرقه الاخرى، فانت بتعمل ماتشنج اب، يعني بتنزل هاني عبد المنعم عشان يمسك خط بخيت، فانت في شغل، مش المدرب قاعد ما بيعملش حاجه، لا الراجل قاعد شايف الجيم بيحاول يديره على قدر المستطاع، بيتعامل مع عناصر في بعض الاحيان ما بقاش تحت سيطرته، يعني النهارده لما يبقى عندك سوبر ستار زي ابراهيم الجمال ده واحد من الناس التوب بتاعتك في مباراه زي دي كده في بطوله افريقيا، يطلع حط 10 بونت وعامل محاولات كتير وما توفقش، ما تقدرش النهارده تقول له والله يا كابتن انت غلطت انك لعبت ابراهيم، هو ما يقدرش ما يلعبش ابراهيم، ولا هتعتب عليه انه ازاي لعب ابراهيم. في بعض اللعيبه عندها دروب النهارده في ادائها، فالدروب اللي في ادائها ده ما اقدرش الوم على المدرب فيه، هو النهارده يومه مش تمام وما اداش بالطريقه اللي هو عايزها. تمام. احمد غزل بيقول الاهلي فوق الجميع، هاخد الكلمه وهقف هقول فعلا الاهلي فوق الجميع طبعا. لكن لازم نقفل الصفحه، هي كده دي الرياضه، الرياضه عندنا بنقفل صفحه الخساره ونبص للي جاي بعديه، لان في الاخر ولادنا هم دول اللي هيلعبوا المباراه اللي جايه، اللي احنا محتاجين يعدوا 9 بوند عشان نوصل للمرحله اللي بعديها، كلنا دعم وكلنا ورا فرقنا وكلنا ورا فريق كره السله. الناس زعلانه، انا عارف حس الجماهير كلها زعلانه متضايقه على الخساره، احنا كلنا كاهلاويه ساعه الخساره بنزعل، بتضايقنا الموضوع جدا، لكن برضو الاهلاويه في نفس الوقت لما بنخسر بنفضل ورا فرقنا ونشجعها عشان في المرحله اللي جايه باذن الله يحققوا البطولات والانجازات اللي كلنا بنفرح بيها. كابتن خالد مصطفى شايف المباراه اللي جايه بالاهلي وسموحه ازاي عشان نقدر ربنا يوفقنا ونكسب الفارق التسعه بوند ونعديهم ان شاء الله باذن الله. يعني اهم حاجه ان اللعيبه تخرج من الحاله دي، الحاله بتاعت البطوله اللي فاتت اللي خسرتها كويس، وتبتدي تركز لقدام بقى، تشوف ايه اللي احنا محتاجين نعمله قدام الفتره اللي جايه، محتاجين ان هم يعني يركزوا في التدريب، يتمرنوا اكتر، يعالجوا الاخطاء اللي عندهم اكتر، روحهم تبقى اقوى من كده جوه الملعب، يعني وينسوا اللي حصل قبل كده، ينسوا الماتش بتاع النهارده، خلاص ده حاجه وعدت، بنتعلم منها، ما فيش مشكله ان الواحد يخسر، وعسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم. يعني يمكن ربنا عمل كده النهارده ان احنا خسرنا النهارده الماتش ده عشان نبقى الماتش اللي جاي احنا اليرت وفايقين وعارفين احنا هنعمل ايه. فلا اعتقد ان شاء الله الماتش الجاي هيبقى يعني الفرقه هترجع تاني لمستواها الطبيعي، واعتقد ان شاء الله ان احنا يعني هيبقى لصالحنا الماتش اللي جاي باذن الله. يا رب باذن الله. لكن عايز اعرف اسلوب الدفاع او اسلوب الهجوم، نخليها في الدفاع الاول، دفاعنا الاهلي كابتن خالد في تحليلاتكم كلكم محللين قلتوا ان في فارق بين الخط الامامي والخط الخلفي، نقرب المسافات عند الباسكت، رايك ايه في دفاع النادي الاهلي في المباراه القادمه باذن الله؟ نقدر ندافع ايه عشان نقدر نعدي بالمباراه الفتره اللي جايه؟ يعني اعتقد في جوه اصل التدريب هو اللي بيعكس الماتش، هو تمام. يعني المرآه بتاعت الجيم هو التدريب، اكيد يعني. اكيد. فاعتقد هم لو الفرقه اتمرنت الفتره اللي جايه اجريسيف ديفنس، دفاع قوي في التدريب، اعتقد ان ده هينعكس في المباراه اللي جايه ان شاء الله. هم محتاجين بس ان يبقى في روح ويبقى الدفاع متماسك وقوي واجريسيف، ده اللي احنا محتاجينه. نقرب المسافات شويه، ما يبقاش الدنيا لوس، ما يبقاش انا قاعد ماسك اللعيب ماسكه بالراحه، يعني سايبه يعمل اللي هو عايزه. ده المفروض ما يحصلش، لان ده لما بيحصل اللعيب بيبقى خلاص براحته، بيقدر يلعب عليه زي ما هو عايز. تمام. فالتدريب هو اللي بيعكس الـ 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 يعني الماتش، انعكاس للتدريب. لو انا اتمرنت جامد واجريسيف
هبقى في الماتش اجريسيف. لو انا كنت مريح ومرحرح وبراحتي هبقى في الماتش. هتبقى هو كلنا كده هيكره الافيه عيش يعني. دي حقيقه دي حقيقه. كابتن هاني، دفاع النادي الاهلي ولا هجوم النادي الاهلي في المباراه من وجهه نظرك المباراه المقبله مع الاهلي وسموحه، شايفها ازاي انه باب المكسب للنادي الاهلي؟ دفاع 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 دفاع. يعني هي المكسب بيبدا من الدفاع. اكدت على الدفاع دفاع دفاع هو دفاع. من غير ديفنس قوي مش عمرك ما هتكسب. يعني من غير ما توفق يعني انت النهارده كلاعيبه لو ما يعني في الحته دي الحته الوحيده اللي كانت ناقصه عند لعيبه النادي الاهلي ان في الكوارتر الرابع هم ما قاتلوش بنفس قتال نادي سموحه. نادي سموحه عشان يمكن لعب عدد مرات كتير مع النادي الاهلي وما كانش متوفق فيها، فالنهارده كان عنده غل وكان عنده حماسه انه عايز يكسر اللاين ده ان هو كل مره بيجي يخسر من النادي الاهلي. فالنهارده الولاد اجتهدت جدا جدا وتوفقت انها قدروا انهم يكسبوا هذه المباراه. المباراه القادمه المفتاح بتاعها الاساسي هو الدفاع، انك توقف مفاتيح اللعب اللي انت عارفها النهارده قدامك عارفها وشايفها، فخلاص بقت معروفه بالنسبه لك لان احنا عندنا امكانيات ان احنا نقدر نعمل ده. يعني انا مش بقول حاجه صعبه على فرقه النادي الاهلي، ده انا بقول الطبيعي بتاع النادي الاهلي دفاعيا انه يقدر يتغلب على فريق نادي سموحه. كويس، مفاتيح اللعب اللي انت قلتها دي هقول لك كابتن خالد، مفاتيح لعب نادي سموحه عشان نقفل عليهم. مين في نادي سموحه يتقفل عليه الماتش الجاي علشان نفوز بالمباراه؟ اسماء محدده. اسماء محدده، هو طبعا جاس الامريكاني ساكا كويس، وفي قدامه ساكا وجيمس جاستس هم دول الاثنين الامريكان. حته الدفاع دي برضو انا هرجع الاثنين دول، زائد مش عايزين برضو ننسى احمد عزب، مش عايزين ننسى عمرو عزب، لا عمر عزب، احمد عزب هم اخين بس هم حاطين الاسماء وهم الاثنين ممتازين، بس هو النهارده احمد كان لو هو صح ولا لا اقول صح عمر ما لعبش زائد سرحان. انا لازم اعمل حساب لكل لعيب قدامي ايا كان. يعني النهارده مثلا شفنا اشرف ربيع ما هواش متعود ان هو بيشوط، لا شاط وجاب اربع خلاص كور. لا انا مش مفروض ان انا كل واحد يطلع يشوط، لازم ابقى انا ضاغط عليه وعامل عليه بريشر علشان خاطر اضايقه في الشوطه اللي هو بيعملها، مش اسيبه اتفرج عليه وهو بيشوط. دي حاجه، فهعمل حساب كل الناس، واكيد الكابتن طارق خيري لما هيقعد ويتفرج على الماتش ويتفرج ويقطعه كده ويشوف الديفنس والاوفنس هيقدر يتعامل ازاي مع مثلا واحد زي جاست مع ساكا. مع هرجع اقول تاني انديفيدوال او هنقول ايه الفاندامنتالز او اساسيات الدفاع. انا عايز ارجع بالنادي الاهلي لاساسيات الدفاع، الكره لما تبقى هنا ده يبقى فين وده يبقى فين وده يبقى فين. تمام، دي مهمه جدا. زائد في الاوفنس ان انا لازم امشي الخطه بتاعتي لغايه لما الفرصه تجيلي ايا كان بقى مين هو اللي هيلعبها، تتخلق الفرصه او تتفتح الفرصه. بالظبط، انت لما تمشي الخطه بتاعتك لازم، طالما انت بتعتمد على سكرينات و و و عشان تخلق فرصه، لما انت كدفاع سموحه بتقفل الفرصه دي فانت بتفتح فرصه ثانيه، فيجي واحد ثاني يقفلها، فلازم فرصه تتفتح، فانا اصبر على الفرصه بتاعتي لغايه لما تجيلي، مش اعمل لها فرصه. بالظبط، ايا كان اللي هيخلص واتفر، كلهم نجوم وكلهم يقدروا يخلصوا. تمام، كابتن خالد مصطفى، كلمه اخيره من لاعب سابق كابتن النادي الاهلي للاعيبه النادي الاهلي قبل مباراه سموحه اللي جايه، تقول لهم ايه؟ اقول لهم التدريب الانديفيديوال الفردي، الشوتينج الصبح كل يوم لان ده اللي بيعلي نسبتي، والالتزام. تمام، كابتن هاني عبد المنعم، كلمه اخيره للاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي. نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، ونتمنى يقفلوا صفحه الخساره دي، مفيش مشكله، اي فرقه في العالم كله بتخسر مفيش مشكله، بس المهم ان احنا ما نبقاش في كبوه الخساره دي فتره طويله يعني. تمام، نفوق لنفسنا ان شاء الله هنكسب. كابتن خالد بخيت، كلنا ثقه فيكم وفي الجهاز الفني وفي اللعيبه، وعارفين ان انتوا الماتش الجاي ان شاء الله هتأدوا احسن من مستواكم الطبيعي اللي انتم مفروض تأدوه، لان انا عارف ان دي روح لعيبه النادي الاهلي الاستنفار، لان اللي جاي مش هنخليه يحصل زي اللي فات ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. انا بشكركم على كنت موجودكم النهارده معانا، حللتوا اداء راقي جدا كابتن هاني عبد المنعم وكابتن خالد مصطفى وكابتن خالد بخيت. شكرا جدا، كلنا ثقه في لعيبه النادي الاهلي، كلنا ورا فرق النادي الاهلي.
هنفضل نقول احنا ورا النادي الاهلي ومع النادي الاهلي في اي مكان. جماهير النادي الاهلي اللي زعلانه بقولها كلمه بجد، احنا كلنا زعلانين لكن لازم نقف ورا فرقنا وهنشجعهم وهنوديهم في طريق الفوز، يعني هندعمهم بكل الكلام الكويس على السوشيال ميديا. كل لعيبه النهارده بتقرا السوشيال ميديا وبتعرف ايه اللي بيحصل، اكيد اللعيبه النهارده خارجه من ارض الملعب زعلانه هي والجهاز الفني، لكن لازم كلنا نعمل سبورت قوي جدا ليهم، لان النهارده خساره البطوله هي الزعل، لكن خساره ماتش النهارده عندنا لسه مره تانية او مباراه تانية نقدر نعوضها في نهايه الحلقه النهارده. بشكركم والى اللقاء.